بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ده صوت من الأصوات المصرية المؤثرة جدا على وجداننا العربي، مش وجداننا المصري بس. ده صوت من أصوات القرآن الكريم والإبداع الفني المرتبط بينا أجيال وراء أجيال، هو فضيلة الشيخ المحترم الفاضل محمد محمود الطبلاوي. بالحقيقة أنا بقالي فترة يعني بتابع موضوع نقابة القراء القرآن الكريم، وأنا الحقيقة ده صورة طبعا فضيلة الشيخ المحترم الفاضل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، ربنا يديله الصحة وطولة العمر ويبارك له دايما في صحته وفي إبداعه. واحنا صغيرين كده يعني، انا مش عايز اكبره، لكن واحنا صغيرين نشأنا على صوته الرخيم والمؤثر جدا يعني. بقى لنا يومين او اكتر بنسمع عن مشاكل جوه نقابه قراء القران الكريم، وهو باعتباره يعني نقيب القراء يعني اسما وشرفا، يعني حتى لو هو مش نقيب القراء بالفعل، نقيب قراء القران الكريم طبعا، فهو شيخ القراء دلوقتي، وهو الـ 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 النبرة الأهم والنبرة الأعلى والنبرة المؤثرة في القرآن الكريم. الحقيقة في خبرين عندي عن استقالة الطبلاوي نقيب القراء من منصبه، وبيقول في اليوم السابع أنه الوضع مش عاجبه في النقابة، في نقابة القراء الكريم. وفي خبر آخر أيضا في صحيفة روزا اليوسف، أزمة لمخالفة فيلو ده يا شباب والنبي بس، أزمة لمخالفة أحكام التلاوة ونقيب القراء يهدد بالاستقالة. دول خبرين قدام حضراتكم كده. طبعا يعز علينا أن يكون في مشكلة في نقابة قراء القرآن الكريم. معنا فضيلة الشيخ الوقور المحترم الشيخ محمد محمود الطبلان. فضيلة الشيخ أنا آسف أن أنا مصاهر حضرتك معانا، سلام عليكم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. هل حضرتك تقدمت باستقالتك من النقابة؟ والله أنا تقدمت في استقالة النقابة لأن كان فيها أوضاع مش عجباني يعني. تمام. لأن احنا عاملين النقابة لخدمة القراء الغلابة ومناصرة برضو المحافظين. لأن المحافظين طبعا دول لازم يعني كلهم مكانة. تمام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تمام. فمن هذا المنطلق يعني أنا حبيت إن أنا أحسن من وضع النقابة وأصلح من شأنها. فلقيت بعض الناس المغرضين يعني بيعكسوني في الأوضاع اللي زي كده، فأنا قدمت استقالة. فلما طبعا لما قدمت استقالة الدنيا هاجت وماجت وبقى في كلام كتير، وحرام عليك تسيبنا لمين ومين اللي دفع عنا ومين ومين ومين. فرجعت في الاستقاله الثانيه. حضرتك تقدمت بها امتى يا فضيله الشيخ؟ نعم. كنت تقدمت بها امتى؟ من حوالي 3 ايام كده. وتراجعت النهارده؟ تراجعت ثاني يوم على طول. ثاني يوم على طول. هل في وعد لحضرتك يعني بان الاسباب الاستقاله يتم النظر فيها ويتم اصلاح الوضع جوه النقابه ولا لسه؟ والله خدت وعد، ولكن يعني ان شاء الله انا مصر ان انا يعني هعمل اجتماع ضروري على اعتبار يعني نشوف نصلحوا الاخطاء وصلحوا الاوضاع وبعض الناس المفسدين اللي في النقابه ان شاء الله هنقصاهم يعني هنشيلهم. والحمد لله معايا ناس كويسين برضه في النقابه يعني.
يعني انا بسمع كلمه المفسدين جوه النقاب، هل هناك مفسدون داخل نقابه قراء القران الكريم؟ والله المفسدين في كل حته يعني. يعني في ناس، في ناس ضد عمل النقابه، ضد الاداء المحترم اللي بيقوم بيه نقيب القراء. يعني هل دول مثلا ناس، معلش يعني يا فندم، يعني ايه ضاغطين عليكم، ناس بينتموا لتيار معين، ناس حاسين انه النقابه ماشيه في طريق كويس فعايزين يحدوها عن هذا الطريق، ناس مش عايزين يسمعوا القران الكريم؟ يعني ايه الابرز المشكله اللي بتقابل فضيلتك جوه النقاب؟ والله بصراحة يعني إنما إلى علمي إن هما بيعملوا اجتماعات سرية من ورايا ويفسدوا حاجات، فيعني بصراحة أنا قلت يا جماعة ما يصحش كده ده، يعني إحنا نسأل القرآن وإحنا عاملين النقابة دي خدمة لأهل القرآن. فوالله يعني بس لقيت الحاج إبراهيم ابن إبراهيم الطبلاوي تمام، يعني قال لي يابا يعني ما يصحش، يعني انت يعني لازم تخليك في المسيره بتاعتك وتخدم اهل القران. وبعض الناس كتير يعني اتكلمت، يعني الشيخ محمد حشاد برضه النائب بتاعي، يعني الراجل قال لا معلش وبتاع وكل حاجه هتتصلح. ففي بعض يعني في النقابه يعني صراحه ناس يعني مش تمام. فإن شاء الله يعني هنعمل اجتماع طارئي ونشيل الناس دي خالص. يعني هم الوضع في النقابة مستتب، فهم بيمشوا ضد هذا الاستتباب، هذا الاستقرار، ولا يعني هم هل القراء مبسوطين من النقابة دلوقتي؟ هل حضرتك مبسوط من رعاية الدولة للنقابة؟ لا والله ده انا صفه نبح على ان عاوزين مقر للنقابه. ما عندكش مقر؟ ما عنديش مقر للنقابه خالص. امال بتجتمعوا فين يا فضيله الشيخ؟ والله احنا واخدين شقه بالايجار في السيده زينب، يعني بندفع لها كل شهر حوالي 3500 جنيه كل شهر. يعني من الاشتراكات يا فضيلة الشيخ؟ نعم، من الاشتراكات. طبعا انا هدفعها من جيبي من الاشتراكات. ولكن يعني دي بتأثر برضو على يعني انا عاوز ازود المعاشات بتاعتي. يعني بدل 40 جنيه اخليهم مثلا اقل حاجه المعاش للشيخ المحفظ او القارئ مش اقل من 200 300 جنيه. الـ 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 المعاش بتاع القارئ القران الكريم لما هو بيتحال على المعاش يا فندم ولا بعد وفاته؟ معاش ما بيبلغ السن يعني لما بيبلغ سن ال 60. لما بيبلغ سن يعني بياخد 40 جنيه؟ ما بيقدرش يأدي. بياخد 40 جنيه معاش؟ 40 جنيه معاش. مين اللي بيدفعهم يعني يا فندم، الدولة ولا النقابة؟ النقابة. 40 جنيه؟ ومعالي الدكتور محمد مختار جمعه بارك الله فيه. الحقيقه الراجل برضه بيساهم معانا كتير. واقف معانا كتير في حالات الحقيقه. بس على قد امكانيات، يعني امكانيات الوزاره يعني. يعني هل في مشكله؟ يعني كان قبل كده كان في حد من الاخوان كان داخل النقابه وعايز يعمل مشاكل جوه، ده كلامنا من فتره حضرتك كنت تفضلت بيه، هل المشكله دي ما زالت قائمه انه في عمليه ترد الوضع داخل النقابه بسبب مجموعه من هؤلاء؟ ما احنا ان شاء الله هنعمل اجتماع يوم 10 الشهر 10 مارس. ان شاء الله وهنشوف يعني نصلح الموضوع ده هو. وانا بصراحه الحاج ابراهيم الطبلاوي ضغط عليا قال لي يابا معلش انت بتخدم اهل القران. وما يصحش يعني تسيبهم كده وبتاع. قلت له يا ابراهيم يا ابني ضايقوني يعني كده ويعني ما لقيتش فيه معاونه يعني. يعني معلش فضيله الشيخ، يعني معلش فسر لي نوع المضايقه ايه؟ انتوا كلكم حراسه القران الكريم،
يعني اكيد انتوا وانتوا بتقروا قران بتتدبروا معانيه وكلكم يعني على قدر كبير جدا من العلاقه بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي يخلي مجموعه معينه تبقى ضد مجموعه معينه في تحفيظ القران وفي انه انتشار القران الكريم بين جموع الشعب المصري؟ يعني النفوس مزايا بعضيها. ده انتوا بتاخدوا 40 جنيه معاش يا فضيله الشيخ. النفوس نعم. فين بقى؟ ده انت حضرتك بتاخد لما تحال الى التقاعد او تحال الى المعاش. انا بتكلم على اعضاء مجلس الاداره. هو في كنز جوه النقابه؟ نعم. في كنز جوه النقابه يعني في حاجه جوه النقابه اكثر من خدمات للاعضاء؟ في فلوس يعني؟ هنعمل ايه؟ صح يعني هنعمل ايه؟ صح. حد طمعان في منصب النقابه يعني يبقى نقيب؟ نعم لا 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 لا. كلهم بصراحة يعني متعاونين، ولما أنا يعني بصراحة قدمت الاستقالة فبصيت لقيتهم كلهم يعني وقفوا معايا، وإزاي وصل النقابة خلاص هتتهدم وأنت عمود النقابة وأنت ما يصح هتتهدم، وحاج إبراهيم الطلاوي برضه راخ الراجل يعني قال لي يابا معلش يعني خليك ماشي معاهم مع الوقت هينطقوا ويبقوا كويسين يعني. هو عدد الاعضاء كام عند حضرتك اعضاء النقابه؟ والله عندنا حوالي من حوالي 18,000 الاعضاء اللي هم اعضاء المجلس يعني ولا اعضاء المشتركين؟ لا اعضاء المشتركين، اعضاء النقابه كلهم كام اللي هو الجمعيه العموميه انجاز التعبير يعني؟ حوالي من عندنا من حوالي 18,000 يعني. ومجلس الاداره؟ مجلس الإدارة 21. 21 دول اللي بيتبعوا كل قد إيه يا فضيلة الشيخ؟ كل شهر. كل شهر. حضرتك عايز تقول أي حاجة للدولة تخلي بالها منكم في حاجة؟ أنا بقول للدولة، بقول لهم يا دولة إحنا أهل القرآن. من أكرم أهل القرآن أكرمه الله. بس فيعني هذه كلمة تكفي. وأنا بصراحة يعني تعبت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بارك الله فيه وعليه تمام، وانا شايفه مشغول بصراحه يعني، بس الراجل يعني هو برضه بيكلم السيد وزير الاوقاف وربنا يصلح الحال يا رب. يعني ان هو وزير الاوقاف يشوف لكم مقر دائم ويظبط الموضوع بتاع المعاش وهو الاخر، ده اللي حضرتك طالبه يا فندم؟ انا عاوز بس مقر ونزود المعاش وكلها يعني دخل كويس، على اعتبار ان الناس المحفظين يعني احنا ما نتكلمش عن الناس يعني الصيصه يعني ايوه يعني الصيصه دول يعني ما حاجات معدوده على الاصابع يعني في كل حته في كل حته يعني الصيصه مثلا اللي بياخدوا اجر والكلام ده كله تلاقيهم مثلا سبعة ثمانية واما الباقي بقى المحافظين دول الغلابه يعني. انا عارف طبعا يعني انا عارف عاوزين يعني اللي بمقارئ وقراء الصور والكلام ده كله فمعارف بس لازم يكون لكم مقر ثابت يا فضيله الشيخ، لازم لازم يكون لكم مقر ثابت يعني حرام تدفعوا 3,000 فلوس كل شهر. محمد مختار جمعه بارك الله فيه وعليه يعني بصراحه يعني لا يألو جهدا يعني عن خدمة النقابة يعني بس تمام. على قدر الإمكانيات أيوه يا فندم أنا مع حضرتك ربنا يدي حضرتك الصحة وطولة العمر، وأنا سعيد إن أنا بكلم حضرتك فضيلة الشيخ أستاذ جابر. ربنا يكرمك ربنا يكرمك فضيلة الشيخ، أنت راجل محترم طول عمرك الله يكرمك وراجل يعني نشهد لك بالقلم النظيف يعني الله يكرمك فضيلة الشيخ على راسي راسي يا فندم. فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء القرآن الكريم بمصر. واحنا صغيرين كنا بنمشي كده في الشوارع في القرية، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الشيخ الحصري، كل القامات اللي حضرتك بقى علي البنا، كل القامات اللي حضرتك سمعتها دي، الشيخ الطبلاوي نفسه يعني ابعدوا عن النقابه، ابعدوا عن كقيمه قيمه. ده لما تسمع تاريخه مع اللي بره واللي جوه والقاصي والداني، وكان ممثل للدوله المصريه
هو والشيوخ عظام كتير جدا، والشيخ الشعشاعي والشيخ ابو العنين شعيشة، الناس دي قامات قامات. انا جنبيه في القريه اللي انا فيها جنبيه الشيخ شحات محمد انور الله يرحمه، له ولدين دلوقتي من كبار القراء. جنبيه في البلد اللي انا فيها دي كفر الوزير، جنبيه في البلد اللي انا فيها اسمها دنديط في الشيخ محمد احمد شبيب ربنا يرحمه رحمه واسعه. البلاد اللي كان فيه طاروطي بيتجوز برضه من شمراوين بلد زميلنا محمد الجرح. عندنا في الشيخ كان الشيخ الليسي من بلد جنبينا اسمها النخاس جنب الزقازيق. دول قامات الشيوخ دي ما كانت تنزل، كانت تنزل القريه عندنا كانت حاجه يعني جامده جدا جدا جدا. ما ينفعش، وما ينفعش ان في حاجه اسمها مقرئ القران الكريم ما بقى عاجز عن القرايه ياخد 40 جنيه، ما ينفعش. وبقى على صوت ما ينفعش. ولازم وزاره الاوقاف تتدخل. ما فيش حاجه اسمها نقابه القران الكريم ما فيش فيها مقر. عيب. عيب على الدوله المصريه ان يكون في قراء قران الكريم على يعني اهميه ووضع معنوي و يعني مش عايز اقول ده امن قومي يا جدعان. قارئ القران الكريم ده امن قومي. مش أي حاجة. العالم بالدين في مصر أمن قومي. مش ما أقدرش يعني إيه 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 شقة 300 متر تبقى للقراء وتبقى تبع وزارة الأوقاف. فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، إحنا يا فندم عاجزين عن توفير شقة 300 متر للقراء الكريم وتبقى أنت المشرف عليها. عاجزين عن ده. ليه كده يا فندم؟ ليه؟ يا خريج القرآن الكريم قارئ القرآن الكريم بعد ما يتقاعد ياخد 40 جنيه؟ ليه؟ في أي دولة دي؟ وفي أي مكان ده؟ المسألة مش مسألة تحريض بقدر ما هي تبصير. أكيد في حل. في حل إن شيخ إن قارئ القرآن الكريم ده ياخد أكيد. أمال ينهب؟ يعني ينهب؟ ولا يعمل ايه؟ ولا يشق قارئ القران الكريم ده يخش يقرا في المياتم ويطلع يتسول بره؟ ازاي؟ انا بشوف برضو ناس تبع وزاره الاوقاف طلع برامج كتير قبل كده، ناس بيشتغلوا، اللي بيشتغل شيف بعد الظهر، اللي بيشتغل بيبيع جرايد، اللي بيبيع مش لا لازم ننظر للناس دي، لازم يكون في موارد. مش عندنا هيئه الاوقاف مش ما شاء الله فيها فلوس للصبح؟ ما ناخد جزء من هيئه الاوقاف دي نوظفها لاي حاجه ثانيه. ليه قراء القرآن الكريم ليه متبهدلين كده؟ ليه؟ وبنسمع الكلام ده كتير. مقر دائم لقراء القرآن الكريم في مصر. هو انا هستنى واحد عربي ولا واحد من الخليج يجي يقول لي خد المقر ده؟ هستنى؟ عيب. يعني اتمنى ان الراجل الشيخ محمد عمرو الطبلاوي شيخنا الجليل حد يكلمه بكره يقول له تعالى استلم المقر ويبقى تحت اشراف وزاره الاوقاف، ليس تابعا، يبقى تبع الدوله، بس هو زي نقابه الصحفيين، زي نقابه المحامين، زي نقابه ليه؟ مش معنى قراء القران الكريم اللي ما لهمش، مش معنى ما يجتمعوا ويروحوا ويتدبروا امورهم وفي ناس كويسه جدا. وليه احنا نفرط فيهم اصلا؟ يعني مساله مش انا مش مستوعبها، والله بجد. انه الراجل بعد ما يتحلل على ياخد 40 جنيه، 40 جنيه يعملوا ايه؟ يراقبوا فول. انا مش فاهم والله. وساكتين. بعدين راجل يجي يتقدم باستقالته ويستحيلوا عليه، ارجع تاني. طب منظرنا ايه بره؟ واحنا المبدعين. احنا عندنا المبدعين، قارئ القران الكريم في مصر هنا ليه شأن تاني. احنا كان عندنا قارئ القران الكريم بيروح يقابل الملك، يقابل الرئيس، مش اللي هنا، اللي بره. كانت دولتنا بتوفده ان هو يروح في دول معينه لاصلاح ذات البين بيننا وبينها. محدش ده ياما ملك المغرب قابل قراء القران الكريم عندنا. ياما دول الخليج قابلت القران الكريم. الشيخ الشعراوي ربنا يرحمه رحمه واسعه وراجل دين وعالم والى اخره. الشيخ محمد طارق الشعراوي كان بيروح في اي مكان كان بيعمل معامله رؤساء. الشيخ الطيب النهارده يعني شيخ جامع الازهر شفنا له اخر زيارات كان بيعمل. يا جدعان ناس دي قيمه، قيمه، مركز واشخاص. هذا الامر
اتمنى يتحل بكره. ايه المانع ان انا اوفر شقه لقراء القران الكريم؟ ايه المانع؟ واتدبر واشوف الناس دي ايه المشاكل بتاعتها. تعال 1 2 3 4 5 6، امال ايه؟ مش بيصوروا القران دول؟ مش بيحموه؟ ولا احنا نيجي عند دول ونقف؟ اي نقابه في مصر فيها مقر؟ ايه اللي يحشت عنده؟ ونشوف فلوسهم دول بتروح فين؟ نشوف ال 40 جنيه دول نرفعهم لكام؟ لما شيخ طول عمره بيتلو القران الكريم ويعجز فجاه، اديله 40 جنيه عشان يفتح بيته؟ ازاي دي؟ هيعمل ايه بعد خلاص عجز ان هو يقرا القران الكريم في المواسم وفي الاعياد وفي المناسبات، وبيروح يقرا هنا وهنا وهنا وفي العزا والحاجات دي، هيروح فين بعد كده؟ يتسول؟ مسألة بسيطة، مش كبيرة ولا حاجة، مش كبيرة، ولو اتحطت في إطار هتبقى كويسة. لكن أنا أستنى بقى رئيس الجمهورية عشان الراجل بيقول لك شيخ الطبلاء بيقول لك أنا الله يكون في عونه، والله يعني حذف المسألة بذكاء، حذف الكورة بذكاء، إنما مش كده. يعني لازم المسألة تبقى البتاعة دي مهببة خالص يا جدعان، البتاعة دي عاملاه لي قلو في دماغي. شوفوا لنا يا جدعان واحده اي واحده بودان، ولا خد ودان انا وروح قيسوا عليها، ولا اي حاجه يا جدعان. ساتر يا رب. واحد زي ما يكون بيعمل عمليه في ودانه وهو على الهوا. اه والله حاجه تمخل. هاخد موضوع مريم بعد الفقره دي، لكن خلوني اربع بس في فقره خاصه بالرقابه الاداريه عشان في الحملة القومية لفيروس سي، ودعم كبير من الرقابة الإدارية لوزارة الصحة في المسائل، وده حاجة مهمة جدا يا جدعان. تقوم وزارة الصحة حاليا بمحاملات قومية لعلاج فيروس سي على مستوى الجمهورية على محافظة شمال سيناء. تتواجد سيارات القوافل الصحية بمحافظة الإسماعيلية مجهزة تحت الطلب. يعني الحقيقه عدد القوافل 87 قافله، اجمالي عدد سيارات 348 سياره موزعين على جميع المحافظات على شمال سيناء للظروف الامنيه. تكلفه علاج المريض الواحد 1500 جنيه، لا يتحمل منهم اي مبلغ، يعني العلاج مجاني، وده حاجه كويسه جدا يعني. وزاره الصحه والسكان بتقوم بتنفيذ مبادره رئيس الجمهوريه للقضاء على فيروس سي 2020 منذ 13 فبراير الجاري الماضي، وتم تمركز قوافل مخصصه للفحص. في حاجات قدام حضراتكم هي من الشرقيه ومن الدقهليه ومن المنوفيه ومن الغربيه والفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، هنا اسوان، الاقصر، البحر الاحمر، بورسعيد، دمياط، القاهره، الجيزه، البحيره، القليوبيه، كفر الشيخ، الاسكندريه، الاسماعيليه، السويس، جنوب سيناء، الوادي الجديد. حاجه محترمه جدا يا جدعان. بعض الصور برضو قدام حضراتكم اهوت من الاحياء والمبادره بتاعه رئيس الجمهوريه في هذا الاطار، والشغل بتاع الناس في وزاره الصحه مع الرقابه الاداريه، لا حاجه محترمه يعني. يعني الحاجه يا جدعان لازم نبص لها نظره برضو فيها نوع من التفاؤل والاحترام والتقدير والجهد المبذول من جانب وزاره الصحه والرقابه الاداريه. برحب بك يا دكتور خالد. دكتور خالد بجد متحمس باسم وزاره الصحه. برحب بك يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا استاذ جابر، تحياتي. نشكركم على الجهد المبذول في موضوع فيروس سي، وربنا يوفقكم دايما كده وتنتهي المساله 2020 بكل احترام. يا رب ان شاء الله. يعني يمكن هي المعدلات اللي احنا ماشيين بيها الحمد لله حتى اليوم بتشير ان احنا ان شاء الله نخلص في المده اللي حددها سياده الرئيس باذن الله. تمام. وخليني اقول لحضرتك احنا بدانا هذه المبادره، طبعا مبادره السيد رئيس الجمهوريه للقضاء على فيروس سي 2020، بدأت يوم الثلاث 13 فبراير. يوم الثلاث 13/2 بدأنا هذه المبادرة. بدأنا الحقيقة ب 17 محافظة من محافظات الجمهورية. طلعنا سيارات قوافل طبية، كانوا السيارات دي طلعوا ل 17 محافظة، كان إجمالي نقاط التمركز 56 نقطة تمركز في 17 محافظة. تمام. كل نقطة تمركز فيها أربع سيارات متنقلة أو عيادات متنقلة. السيارة الأولى للتسجيل الطبي، المريض او المواطن، خلينا نقول المواطن لان انا ما اعرفش اذا كان مريض ولا لا، لان دي مسح طبي نعرف اذا كان هو مصاب ولا مش مصاب. صحيح. المواطن او المتردد بيسجل بياناته على في اول عياده متنقله. كويس. البيانات دي مربوطه بشبكه اللجنه القوميه للفيروسات الكبديه.
عشان اعرف اذا كان سجل قبل كده اتعالج ما اتعالجش، تبقى سيستم واحد تمام. ماشي على كل المحافظات ومربوط تمام. بالسيرفر اللي في لجنه الفيروسات الكبديه اللي في مقر ديوان وزاره الصحه. تمام. بيسجل بياناته ثم بينتقل الى العياده الاخرى، بيتم توقيع الكشف الطبي عليه ثم بيجري التحاليل المطلوبه منه، اللي هو التحليل الاول بيكون الايزا او رابيد تيست، ده تحليل الاجسام المضاده. إذا جاء إيجابي بنعمل له تحليل تاني اللي هو البي سي آر، ده التحليل التأكيدي. إذا جاء إيجابي بينتقل للصيدلية اللي هي العيادة الرابعة علشان ياخد العلاج اللي هم الثلاث جرعات الثلاث شهور بالمجان. الحقيقة ال 56 نقطة التمركز اشتغلنا في 17 محافظة، كمان ده قلت لحضرتك بدأنا يوم 13/2 يوم السبت 24/2 بدأنا في المرحلة الثانية وهي العشر محافظات المتبقيين. وبالتالي انا النهارده شغال في 27 محافظه كويس. لحد تاريخ النهارده اجمالي المترددين على السيارات في 27 محافظه باجمالي حوالي 89 نقطه تمركز، 237,000 متردد. يعني رقم كبير يعني عندنا 89 نقطه تمركز في 27 محافظه، ده بخلاف ال 192 مركز ثابت للفيروسات الكبديه اللي موجود داخل المحافظات. ده المتحرك اللي دول 89 نقطه دول بالظبط كده. يعني انت بتيسر عليه، بتقول لو واحد بمحافظه ثانيه مثلا وفي محافظه اخرى، واحد في محافظه وراح محافظه ثانيه، في نقطه متحركه ممكن لو هو عايز نقطه متحركه. وكمان بقول له يعني انا بقول له اهميه ان انا اروح لغايه عنده واوعي الناس، دي مهمه قوي. انت لازم تيجي تعمل تحليل وتعمله بالمجان عشان اللي مش قادر، عشان اعرف اذا كان عندك فيروس سي ولا لا، عشان لو عندك اعالجك عشان يوم ما اقول مصر خاليه من فيروس سي صحيح. يبقى مصر خاليه من فيروس هو لازم الشكوى دكتور، يعني لازم المريض يشكي، ولا يعني انا ممكن عادي اروح اعمل تحليل فيروس سي؟ لا عادي حضرتك تشرفنا تعمل تحليل فيروس سي، اي مواطن بيجي يعمل تحليل فيروس سي، لانه فيروس سي مرض ما بيبقاش له يعني فيش يعني. طب معلش يا دكتور، يعني انا كشخص عادي، انا كشخص عادي مثلا بكره حبيت اروح اشوف عندي فيروس سي ولا لا، اروح فين؟ انا كشخص عادي في القاهره مثلا اروح فين؟ حضرتك احنا عندنا نقاط تمركز في 27 محافظه. تمام. نقاط التمركز دي احنا اعلنا عنها في 27 محافظه مره قبل كده. تمام. هنفضل نعلن عنها كل يوم ممتاز. علشان اللي مش عارف المكان يعرف يروح فين في محافظته. كويس. عندنا خط ساخن لو حد عايز يستفسر. كام يا فندم؟ انا ايه اقرب كام الخط الساخن؟ 16-4-7-4 ده الفيروس سي بس. ده الفيروس سي بس، هو الحقيقه كان لحاجات تانية بس احنا خليناه ممتاز الحاله دي الفيروس سي عشان تساعد المواطن ان هو يقدر يعرف كويس اقرب مركز له او اقرب نقطه تمركز له فين كويس ويروح لها. كويس قوي كويس قوي. وحضرتك تقدر يعني مشكورا برضو حضرتك تقدر تنزل الكاميرا في اي محافظه من المحافظات. لا هنزل انا اعمل تحليل الاسبوع ده. اراء المواطنين. هنزل انا اعمل تحليل، اعمل تحليل لنفسي وانزل في نقطه التمركز واشوف نقطه قريبه مني وانزل عليها عادي كده كاني نازل كاي مواطن عادي. بالعكس هتبقى حاجه كويسه يعني مش وحشه ولا ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. جهدي مشكور يا دكتور، جهدي مشكور، جهدي مشكور، جهدي مشكور. هنا 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 بص التوصيف بقى، لما يكون عندي رئاسه ورقابه اداريه ووزاره صحه عندي هاخد شغل خلصان خلص. خلي بالك حضرتك بقى، انت هي الدوله بتعمل في حته ايه اهي، انت عندك 2020 باذن الله فيروس سي في مصر خلص يعني 16-4-7-4 خط الساخن اهو، ممكن يا شباب يتصلوا بيه دلوقتي، لازم حد هيرد ان شاء الله. بس هي الفكره كلها انه بلاش يا جدعان نمسك في السلبيات ونقف ونقول كذا، يعني بلاش يعني نخلي نفسنا في حدود. طبعا في منظمات مجتمع مدني وفي تحيا مصر وفي بيت الزكاه وفي مجموعه كبيره من الناس، لا في 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 يعني مجتمع المدني. انا بسمع لما كان سيادة الرئيس موجود في العالمين، قام الناس في مجتمع مدني كانوا بيتكلموا، وكان في حاجة خاصة بمستشفى لعلاج السرطان في الأقصر وهو الآخر، يعني الأوربان، الناس بتوع الأوربان ناس محترمة جدا وناس بيفتحوا. لا عندنا مجتمع مدني واعي
وعندنا شغل جيد، وعندنا تحيا مصر ومشرقة الازهر بيشتغلوا مع فيروس سي، وعندنا ناس تانيين بيشتغلوا في كذا، وعندنا ناس تانيين بيشتغلوا في كذا. فكره تضافر الجهود مع بعضيها للخروج. وعندك بقى حاجه اسمها الرقابه الاداريه. يعني انت ما يعني اصله فكره التشكيك في كل حاجه دي يا جدعان ما بقتش نافعه، بقت فاشله. انك انت كل حاجه ما تحس كده ان انت لا هم هيعملوا، لا بيعملوا، لا كل واحد قايم بدوره. فكره انك انت كل حاجه بقيت تشكك فيها، كل حاجه لا مش بتشكك، ده انت بقيت راصد للتشكيك، ده انت بقيت متحفز للتشكيك، وكأن خلاص الدوله بتميل. لا الدوله مش بتميل، ما تقول خلي بالك بدل ما تميل الدوله بتقوم. يعني بدل ما الدوله كده ما تخليها كده، الدوله بتقوم، قوم معاها بقى. في سلبيات وفي مشاكل وفي، انا عن نفسي واحد من الناس بختلف. انا ولا بتكلم اهوت بختلف. انا كنت بتكلم على مشيقه الازهر من شويه، بتاع على القراء الكريم من شويه، ومختلف على تصور الدوله او الاخراج لموضوع العمره. مش عاجبني. الناس تعبانه ومحدش، معلش انا اسف، الموضوع مش موضوع عمره ان واحد يروح يعمل عمره ويجي وقول. لا الموضوع ان انت حتى ما فرضت اجراءات انت مش مستعد للاجراءات، فالناس تعبانه، الناس حاسه ان في يعني هو كان حد بيترصد ليهم كده. لكن تعالى لا، واحد اتنين تلاته اربعه، الناس تطلع تتكلم. يعني النهارده واحد حاجز في شركه راح مكلموني النهارده في التليفون، البتاع دي الطيران بقى زاد 3000 جنيه ومعرفش وكام، وحضرتك هتروح معانا ولا لا؟ وحضرتك هتروح تدفع ال 10000 ريال ولا لا؟ وحضرتك هتروح تدفع ال 10؟ طب نخلي ده السنه الجايه. نخليه السنه الجايه. يعني يا جدعان في ضوابط، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ونظرا لأن الدولة، لأنه كمان اللي عمل الضوابط ما طلعش قال لنا ليه؟ أنت فرضها ليه؟ في بعض المقالات هنيجي ليها ولا أخدها دلوقتي. يعني هتقول معلش هتقول المقالات دلوقتي. بعض المقالات دي لا مهمة، مهمة إنك تقول العمر. العمرة ورسومها. بس كان في مقالات تانية يا شباب في الأخبار كتير عن العمرة. في حوار مع سيدة أقسمت بأنها لا تغادر مصر في السنوات الأخيرة، أستاذنا صلاح منتصر في صحيفة الأهرام النهاردة، إلا للعمرة التي توفر فلوسها طول السنة وتعتبرها متعتها الوحيدة. ذكرت لي أنه ليس عدلا أن تدفع ويتسافر للعمرة من خلال شركة متواضعة تكلفة لا تتجاوز 15000 جنيه، نفس مبلغ ال 2000 ريال الذي يدفعه معتبر شركات ال 50 و 60000 جنيه. وتقترح أولا تخفيض الرسوم للنصف لمن تجاوز 65، وأيضا وهو الأهم جعل ما يدفعه المعتبر لخزينة الدولة نسبة متغيرة حسب الفئة التي يعتمر فيها. ولمعقولية الاقتراحين وثقتي في اللجنة العليا للحج والعمرة أترك الموضوع بين يدي. ده استاذنا العظيم الاستاذ صلاح منتصر. انا ما بتكلمش على، انا بتكلم على حوار يا جدعان. لازم يكون في حوار. المساله مش ان انا احط قرار واسيب الناس تخبط في بعضها. بصمه العين. ما فيش بصمه عين للناس اللي رايحه تعمل عمره، ما فيش مراكز. الناس انا معايا صور بس انا مش عايز اكبر الدنيا. ومعايا ناس بتتكلم، مش حلو. مش حلو. ولازم كان الاجراء يبقى افضل من كده واحسن من كده واجمل من كده، والمخرج يكون متمكن عشان المساله تخرج بصوره كويسه. ده راي الاستاذ صلاح منتصر. والشوكولاته والجمبري ايضا يحكم استاذ سلامه في مجله روزا اليوسف. حسنا فعلت وزاره السياحه عندما وضعت ضوابط جديده للحج والعمر تحد من تكرار ادائها لمن قام بها خلال السنوات الثلاث السابقه. يعني الراجل بيقول انا مش معترض، وهي اجراءات لصالح الاقتصاد المصري. جميل. واذا كان احد اهداف هذه الضوابط هو الحفاظ على الدولار والعمله الصعبه، فلماذا ها تعال لي بقى، تعال لي بقى في حته تانية. مش انت عايز تعمل ضوابط الحج والعمره اوكي، وانت بتقول ان ده هيوفر فلوس الدولة اوكي، وانت بتقول ان الناس تتجه لكذا اوكي، وانك في حاجات خير كتير، وفضيله وزير الاوقاف طلع قال لك ان احنا يعني نجهز عرسان وندفع للغلابه ونعمل بتاع افضل من 100 عمره نعملها. طيب يا ماشي، طيب يا ماشي ماشي يا فندم في اطار الدين. لكن لماذا لا تتدخل الحكومه وتضع ضوابط للحد من الاستيراد خاصه للسلع الاستفزازيه؟ المكسرات دفعنا فيها 37 مليون دولار. البتاع لماذا سعر المواطن المصري اذا لم ياكل جمبري؟ ده مقالات في جرايد حكوميه. روزا اليوسف بتدافع عن الدوله المصريه وكانت الدوله المصريه، مش اسامه سلامه هيرفع الدنيا يعني ويدفع السقف بتاع النقد، لا. بس في
حتة تانية يا فندم، أكل الكلاب، أكل العصافير، أكل القطط، أكل البني آدمين، الكافيار، البنيار، الصنيار، الحنيار. طب وفين الحاجات دي؟ أنت بتعمل الراجل اللي بيطلع كل سنة وبيروح يعمل فرنسا وألمانيا وإنجلترا، عملت أنت إيه معاه؟ عملت أنت إيه معاه؟ كوزارة سياحة، أنا بتكلم كوزارة سياحة، عملت أنت إيه معاه؟ ما عملتش. حديت من السلع أهو بيتكلم أهو، إذا كانت الحكومة ورعت رسوما وتضع ده بص بقى الاستاذ اسامه سلام، كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء الذي صدر مؤخرا اننا استوردنا سلعا غير ضروريه بقيمه 326 مليون دولار، اي ما يعادل 5 مليار و542 مليون جنيه خلال 8 شهور فقط العام الماضي. تضم القائمه التي كشف عنها التقرير جمبري، كافيار، كابوريا، مكسرات، شوكولاته، كاكاو، ايس كريم، سحلب، زيوت عطريه، مستحضرات تجميل، مزيلات روائح، مناديل ورقيه، بخلاف سلع اخرى لم ترد في التقرير مثل اكل الكلاب والقطط وكلها سلع يمكن الاستغناء عنها وبعضها يمكن تعويضه بالمنتج المصري. فاذا كان الامر نفسه ينطبق على قرارات تصب في صالح المواطن المصري اللي هي خاصه بالحج والعمره ومن الحد من استيراد السلع الاستفزازيه، واذا كان هناك من الاقتصاديين من يرفضون رفع التعرفه الجمركيه على هذه السلع ويكون ليس في قاموس التجاره ما يسمى بالسلع الاستفزازيه، فنرد على ذلك ان كل الدول تتدخل لحمايه اقتصادها وتتخذ اجراءات تمنع الاضرار بها، وطالما كنا في حاجه الى العمله الصعبه فيجب اتخاذ القرارات التي تمنع تسربها الى الخارج او تحد من خروجها الا في السلع الضروريه، واذا كنا ايدنا الحكومه في قرارها الخاص بالحج والعمره فان أنا نناديها أن تحد، خلي بالك تحد دي، أو 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 تقوم بإجراءات ضد الشوكولاتة والجمبري والرموش الصناعي. الرموش الصناعي اللي حد في المناخير دي ولا العينين دي، هي مش ده حاجات استفزازية ولا مش استفزازية أخرى؟ بس استفزازية برضو. يعني أنا عندي في والله حتت تانية مشغولة ممكن أضفر الدنيا. دي حاجة حضرتك كدولة قلت أنا هعمل العمرة باش زي الفل، احنا ما هنروح فين من الدولة؟ ده دولت والوضع والبتاع. طب وفر لي حتى الناس لما تروح تعمل الإجراءات تعملها ازاي؟ ما فيش يا فندم أماكن الناس تعمل فيها الإجراءات دي، ما فيش، ما عنديش أماكن، الناس محتاسة. طب تروح فين بقى؟ تروح فين؟ تعمل ايه؟ الشركات لحد النهارده هيز بيس كده، هيز بيس ضربه ببعضها والله. صاحب الشركه مش عارف يمشي مين ولا يودي مين ولا مين اللي هيسافر ولا المعتمر لحد النهارده حتى اللي معاه فلوس مش عارف اذا كان هيسافر ولا مش هيسافر المعتمر. افاجئ النهارده اعرف والله العظيم حد رايح يعمل عمره اقسم بالله، لقيته النهارده بيكلمني، لا وامبارح مكلمني واول امبارح مكلمني وبعت لي الفايل بتاع السفر بتاعه، بعت لي الفايل اسمه الاستاذ احمد عاطف من الاقصر، بعت لي الفايل بتاعه ومعاه مجموعه كبيره جدا من الاقصر، انا كلمك من الاقصر بالذات، هما بعتوا لي الفايل بتاعهم كده. قال لي انا صاحب شركه سياحيه، اتفضل يا فندم ادي اللي بيحصل معانا، وبعت له بقى صور وفيديوهات والناس بتتكلم. طب ليه حضرتك عايز تظبط الدنيا؟ ما تبهدلش الناس، الناس متبهدله. ووزاره السياحه معلش والله ما عارف اكلم مين، للمرة الثالثة والعشرة أنا ما عارف أكلم مين في وزارة السياحة، ولا عارف آخد عقب سجارة من وزارة السياحة، ولا عارف آخد عقد دافع من وزارة السياحة. يعني أعمل إيه؟ مش عارف. هتعملوا إيه يا جدعان؟ ما حدش بيديني ريق. آه والله، ولا حتى قال لي تعالى أشرب فنجان قهوة. فسكت، هعمل إيه؟ ظروف الناس لا صعبة، وما ينفعش كده، وما تمشيش كده. وان كنا انا عايزين الناس ونوفر والسلع والبتاع والكلام، بنوفر في الباقي يا فندم، بنوفر في الباقي. الناس بتروح تقضي، في ناس معتمره كل سنه بيروح يعتمر بيدفع 20,000 جنيه بيشيلهم على جنب كده 25,000 جنيه عشان يعتمر، لا بياكل اكل كويس طول السنه، هو حارم نفسه من كده، هو متعته انه يروح يعمل السياحه دي، متعته ان هو يروح بدل ما يروح مارينا ولا يروح تركيا ولا يروح قبرص ولا يروح لبنان ولا يروح ايطاليا ولا يروح مش عارف ايه. في ناس طب انا عملت ايه مع اللي بيروحوا دول؟ انا مش ضدهم، ربنا يبارك لهم والدنيا تتفتح، بس يعني مريم خد فاصل يا ريس، خد فاصل واتكلم. الواحدة والنصف
طيب عندنا قصة مريم وحضراتكم متابعينا معانا واحنا متابعينا معاكم الفترة اللي فاتت والنهارده عندنا تطور مهم ولذيذ يعني اعتقد هيسعد حضراتكم يعني. ده ظهور ل في شاب في فيديو قديم ممكن من 3 ايام كنا عرضناه لحضراتكم اللي هو داخل الباص، كان في شاب كده اسود كان واقف قصاد واقف قبل مريم. اعتقد هو ده اعتقد الله اعلم اذا كان صح ده بس ممكن مامتها اللي تاكد يعني. هذا الشاب دي مريم قبل الحادثه بلحظات. ده الشاب اللي بقول لحضراتكم عليه الله اعلم اذا كان هو ده، لكن والدتها طبعا هي اللي تاكد هذا الامر. دي مريم الحمد لله رب العالمين. هتشوفوا دلوقتي فيديو صغير ليها كده في المستشفى الحمد لله رب العالمين، يعني العمليه ماشي الحال واعتقد مامتها ممكن تقول لنا الوضع ايه بالظبط. ده في طبعا يعني الشاب اسمه بابلو، ده الشاهد الوحيد في واقعه الاعتداء على مريم وعمره 19 سنه وهو اسباني الجنسيه. الشاب بابلو ممكن تشوفوه في ال طيب معانا حاجه ده اللي عرضناه قبل كده، لكن في حاجه بقى النهارده من لحظات وصلت لنا مع حضراتكم هتشوفوها دلوقتي لمريم جوه المستشفى الحمد لله رب العالمين بعد الـ العمليه ما تمت. او بقى اهو صوت، ممكن صوت، في صوت. طب يلا يا فندم لو في صوت عينيها. وبتمنى لكم وبشكركم على كل واحد ده على مريم، ودي ملك اخت مريم حبيبتي ملك. وعايزه اعرفكم على بابلو الراجل الشهم اللي دافع عن مريم. هو اسمه بابلو، عنده 19 سنه، اسباني، اصله من جامبيا. وبشكره طبعا جدا لانه سبب في انقاذ مريم، وهو النهارده جاي يزورها لما عرف ان هي فتحت عينيها. وبيطمنكم كلنا، وانا حبيت اطمنكم بنفسي على مريم وان انتوا تشوفوها بنفسكم. شكرا. طيب والده مريم السيده نسرين ابو العنين، يعني الحمد لله رب العالمين يا ست الكل، النهارده كويسه مريم؟ الحمد لله. انا سعيده الحمد لله جدا، ده فضل كبير من ربنا الحمد لله. انا راضيه ورضاء لا حدود له الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين. بدأ ربنا اشوف عينيها والحمد لله شفت عينيها مفتوحه. صحيح. هي يعني الحركه في حد ذاتها مطمئنه، حركه في حد ذاتها مطمئنه. دي حقيقه، دي حاجه تمنيتها من ربنا، وباذن الله باذن الله المرحله الجايه تعدي مرحله الخطر، وباذن الله الباقي سهل. طيب في هو قبض امبارح على بنت من ضمن اللي اعتدوا عليها، هل قبض على حد تاني النهارده؟ فعلا. لا للاسف هم قبضوا عليها الصبح وسابوها بالليل. لان القانون بتاع لندن او بتاع انجلترا عموما ما بيسجنش اقل من 19 سنه. فطبعا طلعوها يعني. للاسف كالعاده يعني. قانون انجلترا قانون عقيم يعني. بيشجع الشباب في السن ده انه يبقى مجرم. طبعا احنا انجلترا بتعاني من الموضوع ده. والنهارده على فكره بالمناسبه فعلا في شاب اسمه احمد مؤمن نزل فيديو عمل فيوز كتير جدا، وشرح نفس الموقف اللي حصل مع مريم. مع انه شاب كبير. نفس الموقف حصل له مع اطفال صغيرين. او شباب صغيرين كده اكتر من 20 واحد تهجموا عليه بدون اي سبب. الموضوع منتشر، الحاله دي منتشر. منتشره جدا. طب تعاطي الاعلام هناك بيختاروا الاجانب، بيختاروا. طب تعاطي الاعلام عند حضرتك، تعاطي الاعلام البريطاني مع القضيه كان جيد ولا صعب؟ بصراحة أصل هنا أنا الموضوع بيمشي هنا غير مصر شوية. النهاردة وصلني جواب
بالظبط النهارده كان جاوز معايا نسخه منه، انا ممكن ابقى اصوره وابعته لحضرتك. تمام. لازم ابعت تفويض للقنوات بناء ان هم يبداوا هنا ينشروا، ما يقدروش ينشروا من غير تفويض مني. مش زي عندنا. زي عندنا. باعتبار انها بنت حضرتك. فالنهارده ايه يا فندم؟ باعتبار انها بنت حضرتك انت المسؤوله عنها يعني. فاي كلمه خاصه بيها لازم تتوافق. هي عندها 18 سنه، هي عندها 18 سنه مسؤوله عن نفسها هنا، يعتبر في انجلترا، بس طبعا في الحاله دي انا اللي مسؤوله عن القرار زي ده يعني. طيب السفاره متابعه مع حضرتك النهارده برضو؟ ايه، انا عايزه اقول لحضرتك السفاره كلمتني مجرد ما صحيت من النوم، كلمتني وانا في الطريق راح المستشفى. تمام. رجعت كلمتني وانا في المستشفى، والقنصل العام كلمني مرتين، والدكتور سميح عامر كلمني اكتر من 3 مرات، مستشار اشرف من السفاره كلمني مرتين. بصراحه الناس مش مقصره، حقيقي حقيقي حقيقي، وكلهم بيكلموني كاباء وكاخوه، وما حسيتش نهائي ولا مره انهم مسؤولين، وقالوا لي طلباتك اوامر واللي انت عايزاه، محتاجه اللي انت عايزاه هنوفره لك. قلت لهم الحمد لله الحمد لله، ربنا كرمني بنتي ومش عايزه حاجه من الدنيا اكتر. الحمد لله رب العالمين. وبابلو، بابلو ده ممكن يكون سند كويس في القضيه. الحمد لله. طبعا طبعا، لان فعلا راح شهد، والتهديد جاله هو على فكره. جاله تهديد؟ من 4 ايام هم راحوا هددوه هو بالظبط. قالوا له بلغ مريم. هو بيشتغل عامل امن يا فندم؟ هو عامل امن؟ لا يا فندم، مش عامل امن، ده طالب. طالب معاها. طالب في نفس المدرسه. طالب مع بنتي. زميلها يعني. بنتي زميلها. تعتبر في كوليدج بالظبط كده. زميلها. كويس يعني. فهو جه الوحيد اللي جه شهد معاها تطوعا يعني. لا، شهد معاها تطوعا، هو اللي حاش عن مريم، هو صاحب وقعه الاتوبيس. اللي هو كان فوق ده. هو اللي موجود في الاتوبيس. هو اللي دافع عنها فوق يعني. فهو شهد، هو الوحيد اللي شاف يعتبر البنات. فهو اللي دافع عنها. يقدر يقول مين هم. فوجوده في المستشفى في حد ذاته، وان هو يجي يدلي بشهادته، ده في حد ذاته يعني ايمان بقضيه مريم. طبعا طبعا الحمد لله، والحق اكيد مش هيضيع، ومريم ليها حق، واكيد مش هيضيع، اكيد مش هيضيع، وانا متاكده ان مصر نفسها مش هتسيب حق مريم ان شاء الله. لا، هو في يعني في الحقيقه مش تعاطف، في مسانده كبيره، والخارجيه ووزاره شؤون الهجره. انا اتكلم حقيقه، ما حدش قصر حقيقه، عملوا لي اكتر مما كنت اتوقع الحمد حقيقه لله. بجد لا بجد. الحمد لله. ربنا يا رب يبارك فيهم ويجازيهم خير كلهم. الحمد لله. لانهم رفعوا معنوياتنا بطريقه كبيره جدا طبعا. دي حقيقه يعني. وانتبه مع حضرتك برضو بكره ان شاء الله لو في جديد. تحت امرك يا ست الكل. الأستاذة نسرين أبو الهنين، والدة الطالبة مريم المعتدى عليها في لندن. زي ما حضراتكم شفتوا، بابلو هو الوحيد اللي دافع عنها من الـ الآخرين، وهو الوحيد اللي راح شهد لها في المحكمة، أو يشهد لها في القضاء يعني، أو يساندها في هذا الأمر، لأن ده شيء مهم جدا يعني. فده كويس اللي أنا بقول لحضراتكم عليه. خليني هاخد تقرير لطيف كده عن الشرطة. الإدارة العامة للمرور بتواصل حملة التوعية للتأكد من سلامة الإطارات وإرشادات القيادة أثناء الشبورة. هتلاقوا في تقرير دلوقتي هيتعرض عليكم، بس خلوني يعني نركز شوية في اللي عندهم عربيات بالذات، نركز شوية في الإجراءات اللي بتقول على وزارة الداخلية. مش مجرد تقرير يتذاع. أنا ما يعجبنيش كده إن التقرير يتذاع وحضراتكم تشوفوه ونخلع. لا، لازم حاجة تثبت في دماغنا إنه يا جدعان في مشاكل في عربياتنا اللي بنمشي بيها وبتعمل حوادث كتيرة وأول آخر. نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم كده بحاجة هنوريها لكم. لو راكبة دب، الفردة الواحدة بتشيل 3 طن ونص، على الهواء 120. ماشي. أنت بتحسب حوالتك على كده. تحت شعار التوعية بمخاطر الإطارات والشبورة المائية للحفاظ على سلامة المواطنين للحد من الحوادث، بدأ أسبوع الانضباط المروري لشهر مارس. الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع إحدى شركات الإطارات كثفت من وجودها على الطرق للتوعية.
تم الاستعانه باحد الشركات المتخصصه في الاطارات لتوعيه المواطنين عن طريق المختصين بالشركه وايه المفروض يعملوه في التعامل مع الاطارات والخطوات اللي يتبعوها للحد من الحوادث اللي هي بتبقى ناتجه عن انفجار الاطار، لان انفجار الاطار دايما الحادثه بتاعته بتبقى خسائرها كبيره نتيجه ان هو بيتبع دايما انفجار الاطار انقلاب السياره، وده دايما بيشكل خطوره كبيره على الطريق. وزاره الداخليه متمثله في الاداره العامه للمرور عملت مجموعه ارشادات في الكتيب الصغير دوت بتوعي السواق ضد اخطار الاطار، المفروض تاريخ الانتاج، تاريخ الصلاحيه، المفروض الهواء اللي في الاطار ده بيبقى نسبته قد ايه، والاربع فرق بيبقوا مظبوطين على نفس النسبه. ارشادات كتير متواجده في الكتيب الصغير ده، بالاضافه الى الشبوره اللي نزلت على المواطن قائد المركبه وهو ماشي في الطرق السريعة بيعمل ايه، برضو مجموعه ارشادات هنا بتوعيه. بالنسبه لنا هي دي الاول مره نشترك مع وزاره الداخليه والاداره العامه للمرور في حمله توعيه على الشكل اللي انت شايفه، ولكن بالنسبه للشركه دي حاجه مش جديده، احنا مهتمين بالدور المجتمعي لينا في السوق المصري. احنا شركه موجوده بقى لها فتره في السوق المصري، وده فتره مش قليله 25 سنه يمكن اكتر، وده يحط علينا دور مش بس على المنتج، لا دور كمان على رفع الوعي بالنسبه للسائقين وبالنسبه لاصحاب العربيات. هي المره الاولى ان تكون هناك حملة للتوعية بمخاطر إطارات السيارات وضرورة الالتزام بضوابط محددة في الإطار، والذي يعد سببا رئيسيا لحوادث كثيرة، وهو أمر أشاد به قائد المركبات. أعرف الحاجات دي من قبل ما هم يقولوا لي، بس برضك لما يكون في توعية زي كده في غيري ما بيعرفش حاجة خالص، بيمشي أنا بشوف عجل ماشي نايم. مثلا الكاوتش يبقى نضيف سرعة معينة، كاوتشك يبقى نضيف تظبط هوا كاوتشك، تبقى ماشي بسرعة معينة وكاوتشك يبقى مظبوط وعربيتك تمام، طول ما العربية تمام انت سليم والعربية سليمة، واهم شيء في الدنيا دي الكاوتش. اي حد بيدينا ملحوظة بنمشي فيها عشان ما نخسرش، برضه احنا شغالين على الطريق والكلام ده كله، واي خسارة علينا بتطلعنا يعني، وسلامة السيارة وسلامتنا برضه فوق اي حاجة يعني. على مدى اسبوع ستستمر هذه الحملات على المحاور الرئيسية كافة، في ظل توجه من وزارة الداخلية ان يكون الاسبوع الاول من كل شهر مخصص للتوعية بمخاطر مخالفة مرورية محددة. حلو قوي، هي الفكرة، بس عايزين نثبتها عند حضراتكم بطريقتنا، مش مجرد ان انا اجي ازيع تقرير واقول لحضرتك ان وزارة الداخلية عاملة تقرير او ادارة العامة للمرور، ادارة العامة احنا حاولنا نتصل عشان نجيب يعني معلومات اكتر لكن فشلنا يعني، لكن خليني مع حضراتكم في هذا الاطار انه نثبت المعلومة بالطريقة بتاعتنا. احنا جبنا لحضراتكم يعني واحد من الاطارات بتاعت العربيات، يعني من ضمن الحاجات اللي حضراتكم بتستعملوها ممكن اللي هي لما يكون في عجله مفسيه بقى ولا حاجه ولا بتاع الكلام ده، حطوها هنا وتشتغلوا في حط فين ده في يومنا اللي يعلم بربنا ده، لو تحط فين دي هنا ولا فين دي، طيب ما علينا. المهم يعني بتهيألي هنا دي كده ولا مش دي ولا ايه في يومنا ده ولا ايه، طيب ما علينا. دي الاطار بتاع العربيه. حضرتك هنثبت ده عندك ازاي؟ انك انت بكره الصبح وانت راكب العربيه بص على الاطار، او ودي العربيه عند ناس بتوع بيصلحوا اطارات يكشف لك على البتاع دي، لانه الجميل في التقرير زي ما بيقول كده ان دي المره الاولى. لو جينا في التقرير كده هلاقي فيه الاستاذ اللي عمل التقرير، هنسمع كده عندك يا شباب ان هي المره الاولى، ان بيقول ان دي المره الاولى اللي تتم فيها او وزاره الداخليه او الاداره العامه للمرور بتوعي الناس في هذا الاطار، دي المره الاولى. تاني مش سهله يعني، مساله تقول المره الاولى عندك ان دي المره الاولى، تاني ان دي يعني ما ممكن تكون في تنبيهات قبل كده وفي حاجات قبل كده وفي اوضاع قبل كده، لكن ما كانش في عمليه تنظيم. لكن هو هنا في التقرير عجبني فكره ان دي المره الاولى التي فيها كذا. عندك يا ابو العلا؟ طب هات يا ابو العلا. هي المرة الأولى أن تكون هناك حملة للتوعية بمخاطر إطارات السيارات وضرورة الالتزام بضوابط محددة في الإطار، والذي يعد سببا رئيسيا لحوادث كثيرة، وهو أمر أشاد به قائد المركبات. أعرف الحاجات دي من قبل ما هم يقولوا لي، بس برضك لما يكون في توعية زي كده
في غيري ما بيعرفش حاجه خالص، بيمشي انا بشوفه عجل ماشي نايم. مثلا الكاوتش يبقى نضيف سرعه معينه، كاوتشك يبقى نضيف تظبط هوا كاوتشك، تبقى ماشي بسرعه معينه وكاوتشك يبقى مظبوط وعربيتك تمام. طول ما العربيه تمام انت سليم والعربيه سليمه، واهم شيء في الدنيا دي الكاوتش. اي حد بيدينا ملحوظه بنمشي فيها عشان ما نخسرش برضه، احنا شغالين على الطريق والكلام ده كله، واي خساره علينا بتضلعنا يعني، وسلامه السياره وسلامتنا برضه فوق اي حاجه يعني. على مدى اسبوع ستستمر هذه الحملات على المحاور الرئيسيه كافه، في ظل توجه من وزاره الداخليه ان يكون الاسبوع الاول من كل شهر مخصص للتوعيه بمخاطر مخالفه مروريه محدده. هنا ما بقتش المرور جبايه، ما بقتش اداره المرور يقول لك ايه ده بيوقفنا عشان ياخد مننا فلوس، ده بيوقفنا عشان يحصل مننا رخص، ده بيوقفنا عشان يحصل مننا تجاوزات، ده بيحصل مننا مش، ما بقتش كده. يعني الفكره بتاعت التقرير جيده جدا، وفكره كمان انك النهارده او هو بيقول طبعا كل اسبوع من شهر، يعني كل اسبوع من في الاسبوع الاول من كل شهر هنعمل حمله مختلفه، ده بالنسبه للاداره العامه للمرور، ده حاجه جيده جدا. بس الفكره انه انا بأناشد طبعا اساتذتنا وزملائنا واخواتنا في وزاره الداخليه، انا بس عايز اخرج من فكره التقرير العادي. يعني الموضوع لازم يكون عند التحام شويه بالمواطن. يعني انا مش معني بانه وزاره الداخليه بتعمل، وده ممكن يكون مش دورها الرئيسي والاساسي وكده، لكن في دور ممكن يعزز في اطار الفكره الجديده والجيده اللي بتقوم بيها وزاره الداخليه دي، وده شيء محترم جدا. انه قبل كده برضو عشان الحوادث والبتاع فعملوا فيديو لطيف جدا كده عشان الحوادث نتلافاها ازاي، ممكن في اطار درامي الداخليه برضو بتعمل ده عشان ناخد بالنا من الشوارع والمحمول وخطوره المحمول والى اخره، وده الحاجات دي قبل كده اتعملت. اشدد على ضروره ان احنا نفكر في آليات خارج الصندوق عشان هذا الأمر يعرض للمواطن، يعرض للمواطن. أنت بقى كمواطن تعمل إيه؟ عندك العجلة بتاعتك، ده الاستبن يعني، أنا ده الفردة الكاوتش الاستبن بتاعتك، ليه تمشي بكاوتش استبن بايظ؟ دي كاوتش استبن محترم أهو، أهو ده كاوتش استبن أهو، يعني جايبين دي بتاعت رحمة. يا سلام عليك يا رحمة، طبعا مغسوله يا رحمه، دي بتاعت الجرحي، بغسل بتاعتك يا جرحي. ايه ده جرح؟ ده يا جرح اديها دش ولا حاجه. لا، ما الستات بيحافظوا على حاجتهم، انما الرجاله دايما تلاقي كده. انا عندي العجله برضو في العربيه تلاقيها مش تمام، عجله المدام عندي زي الفل. لا، هي الفكره بس انه ناخد بالنا تاني من الحاجات دي، ولو عملنا يعني اختصارات بقى ليها والاخر. عندنا الكوريج اهوت، مش ده الكوريج برضو ولا ايه؟ استنى، ده مش ده الكوريج ده؟ لا مش مهم، ده الكوريج وده برضو كوريج قديم اهو، ده كوريج تلاقيه ستاتي وده كوريج رجالي، صح؟ ده رجالي، ده شكله رجالي، ده شكله. امال ده ايه رايز بقى؟ ده منفخ هوا. ده بتاع باسم، بتاع برضو باسم عاي، شايف نفسه باسم. حلو قوي. الفرد على الارض، ما هو ما حدش فاهمني، بس ده بينفخ ازاي بقى يا استاذ باسم؟ ده يا استاذ باسم ده كده. بتاخد كهرباء من العربيه. شغل برضو. يعني بص، حاجات صغيره قوي قوي، بس والله بتوفر جهد وبتوفر وقت، وبتوفر كمان ان احنا نعمل حوادث. ربنا يا ربي يحرسنا جميعا يعني من الحوادث دي وكده. وممكن تمر بمنطقه فعلا مفيش فيها بنزين، وخد بالك بقى، يعني انت رايح مشوار خد بنزين قبل ما تمشي، يعني فول الاستبل بتاعك كويس، الاجراءات اللي انت بتعملها دي كويسه، الحاجات دي موجوده جوه. انت حتى بتزعل لما تيجي المرور تفتش عليك تقوم تلاقي عندك مخالفات مش موجوده، او حاجات مش موجوده، او عدد مش موجوده، او تقول لك لا والنبي قص ومش قص، في المقص وفي البتاع وفي، ولما قالوا المثلثات والبتاع والكلام ده قال لك المرور مترصدنا ووزاره الداخليه عامله تعمل جبايه. لا مش هتعمل جبايه، ما تحافظ على نفسك، بتقول لك بتحرضك انك تحافظ على نفسك، يبقى جبايه مش جبايه. فناخد بالنا بس من الحاجات الصغيره دي. تاني تاكيدا على التقرير المحترم اللي اتعمل ده، نحرض المواطن انه ياخد باله على صحته، نحرض المواطن انه ياخد باله من عربيته، نحرض المواطن انه ياخد باله من الاستبن بتاعه.
انت الاستبن زي اللغلوخ كده لغليغو، انت الاستبن ده انت حبيبنا من ايام الطفوله يعني، الحاجات دي الاستبن كده انت جبت عربيه بالاستبن. اه والله انت حبيبي من ايام الطفوله، فتاخد استبن وتروق بيه، انما تمشي بعربيه من غير استبن او تحط فيها استبن بايظ او تمشي بالعجل بتاع العربيه نفسه بايظ، طب يبقى الحل ايه؟ يعني ناخد بالنا بس من المساله دي. توعيه محترمه جدا وتقرير جيد جدا من وزاره الداخليه. التقرير اللي زي دي تاني ولما تروح بقى تشتري انا الحقيقه ما اعرفش، لكن لما يكون في حد متخصص يفهم حضرتك الـ 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 الكاوتش المضروب من الكاوتش العادي من الكاوتش، في بعض البرامج متخصصه في هذا الاطار. لو وزاره الداخليه برضو اداره الضرر العامه للمرور حد جه يتكلم في المساله دي وعملوا تقرير متتابعه وتتذاع ما بين الفواصل، تتذاع ما بين البرامج، تتذاع في كل القنوات، ايه الازمه؟ يعني ايه الازمه ان في حمله توعيه للمخاطر السيارات وتتحط الحاجات دي تقرير يطلع كده من وزاره الداخليه الاداره العامه للمرور، ان احنا نتعاون معاهم في هذا الاطار الاعلام والاجهزه المعنيه حفاظا على المواطن. بس هي دي الفكره. لكن لا يعني مش تحريضا على انك تعمل حاجه مكلفه بقدر ما هي تحريضا على انك تعمل حاجة تحافظ على حياتك قدر الإمكان. يلا ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم. عدنا لحضراتكم. الحقيقة لقينا في جريدة الجمهورية في خبر مهم، يعني خلينا برضو إيه الحاجات اللي زي دي ساعات بتبقى مقلقة كده. انه في اطار الهجوم المستمر على مؤسسات الدوله المصريه ولعب دور المناضل والمدافع عن الحريات، هي طريقه يجدها خالد البلشي والذي نشرت الكثير من وسائل الاعلام خبر تعاقده مؤخرا مع قناه الحره الامريكيه ليكسب ود المؤسسات الدوليه وابواق الاعلام الغربي لعل وعسى. فالحره سلطت الضوء على الرجل وارجعت حصوله على احدى الجوائز التي تمنح للناشطين ومنظمات المجتمع المدني الى سعي الشجاع والمتواصل لحريه التعبير على حد وصف القناه، وهو ما يصطدم بالواقع اللي هو الحره يعني، وهو ما يصطدم بالواقع. فالرجل لا يدافع الا عن شله معينه من النشطاء المتهمين في جرائم يعاقب عليها القانون ويخضعون لمحاكمات شفافه وعلنيه. الرجل هكذا يقول خبر في صحيفه الجمهوريه النهارده الذي يبحث دائما عن الاضواء نصب نفسه متحدثا للحمله الرئاسيه لخالد علي، والذي لما تقدم اصلا رسميا للانتخابات ورسب في الانتخابات الرئاسيه في 2012 راح البلش يظهر من حين لاخر على شاشه الفضائيات متحدثا عن مرشحه. ربما مزاعم الرجل تستهوي شله المعادين للدوله المصريه والذين يبحثون دائما عن ابواق تخدم او تخدم على رؤيتهم. استاذ خالد البلشي معنا على التليفون. برحب بك يا استاذ خالد، ازاي سعادتك؟ يا مرحبا، ازيك يا استاذ جابر؟ شكرا. انت من المتحدث لمرشح فاشل الى ابوك للحره، اين انت من هذين الموقفين؟ تفضل يا استاذ خالد. الو، تفضل يا استاذ خالد. ايوه تفضل. الحقيقه انا مش فاهم الخبر، وخصوصا ان هو جاي في سياق حمله واضح ان هو مش مجرد خبر. لان ده ضمن مجموعه كبيره من الاخبار اتنشرت النهارده كلها. المشكله انها كلها كذب. يعني موضوع الحرة ده أنا مش فاهم ليه اختاروا الحرة تحديدا، ليه مش قناة تانية؟ الفكرة إن أنا الحرة دي يعني آخر مرة ظهرت فيها كضيف كانت من شهر 12 اللي فات. وبعد كده ما ظهرتش فيها كضيف يعني خالص. فكرة إن ما أعرفش هل فعلا في قنوات بتعمل تعاقد على سلسلة حوارات ولا لأ. أنت أدرى يا أستاذ جابر. تمام. انت ادرى تماما. تمام. مش عارف كل الخبر في بما بملابسات ومش دقيق وكاذب وتماما. الحدوته كلها ما اعرفش، يبدو انها حمله منظمه لانها منشوره في اكثر من مكان. يعني اكثر من موقع النهارده نشر نفس الكلام وبنفس الصيغه. مع يعني بهارات في كل واحد بيضيف شويه، واظن ان هناك حملة تتسع لأكثر من ذلك يعني. فهو ده اللي أنا شايفه لغاية دلوقتي. السبب إيه مش عارف، هل ده سببه مثلا الفيسبوك، هل سببه أي حاجة تانية، هل سببه إن أنا بكتب حاجة، مش عارف الآن. بس أنت عندك اتهام إنك يعني ماشي ورا بعض الأبواق الغربية وإنك بتتسلل إليهم وإنك بتحاول تكسب ودهم يعني، أو بتسمع ده أو بيكتب عنك.
اللي هي ايه؟ اللي هي ايه بعض المواقع الغربيه يعني مثلا زي الخبر اللي قدام. احنا على فكره حاولنا نجيب اللي كتب الخبر ما عرفناش مين. يعني انا ما هو انا لقيته في الجورنال. انا لقيته في الخبر الخبر موجود مجهل على حد علمي لا هو منشور في اماكن ثانيه مش مجهل. بس هي الفكره مش في كده. يتسلل يعني يتسلل غير ان مثلا اكون مصدر يعني حد يتصل بيا كصحفي والناس تسالني عن موقفي. او الفتره اللي فاتت لما كنت متحدث باسم حمله خالد علي كنت بتكلم باسم الحمله حتى يعني ما ظهرت يعني بعض الفضائيات ما كانتش بتستضيفني وكان ده كان اقرب لانها متحدث للجرايد المصريه. الموضوع مش اكتر مش اكتر من استهداف. انا اظن ان هو ممكن يكون سببه وضعي في وقت الحمله، سببي موقف بعض مواقفي اللي لها علاقه بالصحافه والصحفيين، سببه حاجه ثانيه. انما في الاخر انا امام خبر كاذب جمله وتفصيلا. انت ممكن حتى ترجع لبتوع الحره كان عندهم تعاقدات. تمام طبعا كان عندهم تعاقدات من النوع ده بيعملوها ولا لا. حتى انا يعني مقل جدا في الفتره اللي فاتت في الظهور على الفضائيات او ربما بعضها لا يريد استضافتي من الاساس. حاسس ان انت يعني مش مرغوب فيك على الفضائيات المصريه. طبعا كثير من الفضائيات يعني حتى في اثناء حمله الاستاذ خالد علي انت ما كنتش يعني ما كانش يطلب منك تفضل تكلمني. ما كانش بتفضل تكلمني في الوقت ده. بس ده يعني في الاخر انا مقدر. انا في الاخر انا معبر عن حمله وكنت بتكلم وقتها. وانا حتى في الوقت ده كمهنيا اعلنت للناس ان انا متوقف عن ممارسه عمل الصحفي. وبمجرد انتهاء الحملة انا حتى ما عنديش عمل صحفي دلوقتي في ظل حجب الموقع بتاعي. فانا دلوقتي يعني احدثك من على الكنبة. يعني انت انا اسف في الله عاطل يعني زي ما بيقول يعني دلوقتي عاطل مهنيا يعني عاطل صحفيا يعني. فده الوضع اللي حاصل يعني بشكل عام. انما المشهد العام يبدو ان في هناك ما زال يعني لسه متضايقين مني حتى انا قاعد بره المشهد تماما. حتى وانا قاعد دلوقتي بعيد عن اي حاجه. حتى انا مجرد يبدو ان كمان يعني مش فاهم طبعا سبب الحمله الا اذا كانت تصفيه لشيء سابق قبل كده. بس دي حمله منظمه في اكثر من مكان وبنفس الصيغه وبنفس الخبر. الجديد في الخبر الاخير اللي انا اطلعت عليه برضك ان هو يبدو وكانه تعليق على الحمله. كانه بيستند لحمله هي كلها بدات النهارده الصبح ولحق يعلق عليها النهارده في جورنال بيطلع على الفرشه الساعه 9 مثلا. يعني وده كاشف عن فكره التواتر اللي بيحصل في النشر بالطريقه دي. واللي هي يعني اظن انها ربما تكون اكبر من ده، ربما نشر في اماكن ثانيه بكره. وده كاشف على الطبيعه اللي بتحرك الدنيا وطبيعه الاوضاع المهنيه الموجوده اللي احنا لكن انت بتنفي تماما اي صوت اي صوت لو في يعني انا دلوقتي قاعد في بيتنا قاعد عاطل في بيتنا يعني انا قاعد عاطل يا جدعان انا قاعد في بيتنا. وبعدين هل ده اصلا معمول بيه في مكان في الدنيا؟ هل يعني انت ادرى من اي حاجه؟ انا اشتغلت الحقيقه قبل كده في اون تي في انما ما كنتش اعرف. كنا بنجيب الضد العافيه. صحيح 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 يعني فده صحيح. كلام كاذب جمله وتفصيلا. تمام. ويعني حتى في اللقاء اللي انا خرجت فيه شهر 12 لم اتقاضى مليما واحدا في نظير هذا اللقاء. تمام. بشكرك استاذ خالد البلشي زميلنا العزيز وعضو نقابه الصحفيين. وطبعا له الحق تماما في مساله وكيل نقابه الصحفيين السابق لانه الخبر مكتوب في اكثر من مكان فعلا. واحنا يعني انا لما لقيته في الجمهوريه يعني كان لازم ان احنا نتطرق اليه. بتقولوا يا شباب مش عارف حد. طيب عندي طبعا استاذ خالد البلشي له كل الشكر والاحترام. عندي في حد تاني يعمل مداخله بالليل بس عشان ما ننزلش لان انا داخل على الدكتور مجدي حجازي. طيب انا عندي بص طبعا احنا في البرنامج هنا عندنا سنه لطيفه يعني انا ما بلاقي في حاجه مش تمام وبنعلق عليها وبنقول حاجه مش تمام وهو الاخر وكده. لكن الحقيقه انا لقيت بعض الـ المواقع الإعلامية وبعض المواقع وبعض البوابات الإلكترونية. خلينا نتصفح مع حضراتكم كده. المصري اليوم مثلا امبارح التحقيق مع 96 من أطباء وممرضات وفنيين ب10 مستشفيات في الإسكندرية أحلهم
الدكتور مجدي حجازي وكيل أول وزارة الصحة في الإسكندرية، إلى قال إن إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية شنت حملة تفتيش على جميع المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية في الفترة المسائية بغرض تحقيق الانضباط الإداري والتأكد من انتظام أطقم العاملين بها في العالم في العمل وتحويل المتغيبين إلى التحقيق. ماشي. وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية في خبر على موقع الفجر، يفتتح وحدة العلاج الطبيعي بعيادات بهيج ببرج العرب، والحقيقة ده يعني من شوية، وانه زميلنا الاستاذ محمد رجب والاستاذ دينا حسن كاتبين انه افتتح الدكتور مجدي حجازي وكيل وزاره الصحه بالاسكندريه وحده العلاج الطبيعي بعيادة بهيج العلاجيه التابعه لاداره برج العرب في الاسكندريه. وتفقد وكيل الوزاره بدء العمل بالوحده وتفقد العيادات التخصصيه واظهر اتجاهاته بزياده كميه الادويه. خبر اخر، صحه الاسكندريه تنقل مواطن مقيم بالشارع الى دار رعايه المسنين. انا بقول لحضراتكم ده في يومين، يعني الاخبار دي في يومين، اما تكتب عن مديريه الصحه في الاسكندريه او تكتب عن شخص مجدي حجازي وكيل أول وزارة الصحة في الإسكندرية. يعني تاني لما جينا تناولنا الصور بتاعة مستشفى العباسية، قلت إن الدكتور جمال عبد العظيم رئيس أو مدير مستشفى العباسية واحد من الأطباء الذين تعاملنا معهم بكل احترام وتقدير، والراجل عن طريق هذا البرنامج ودينا له، وكنا بنشتغل في برنامج آخر النهار، راح له كذا حالة، تعامل مع هذه الحالات بكل احترام وتقدير، مش عشان البرنامج، لا، هو دي طبيعته. الدكتور جمال عبد العظيم مدير مستشفى العباسية النفسية بتاع الصحة النفسية، حتى لما حصل تليفونات ما بيني وما بين قيادات وزارة الصحة والسيد الوزير، أنا نفسي أشدت بيه الدكتور جمال عبد العظيم، وعلى الهوى قلت رغم إن دي صور كذا كذا كذا، لكن الدكتور جمال عبد العظيم يعمل بكل كفاءة في هذا الإطار. أنا بقول لحضراتكم من واقع العمل المستمر. هنا الدكتور مجدي حجازي، أنا اتعاملت مع الدكتور مجدي حجازي في الفضائيات، اتعاملت معاه لما كان وكيل وزارة الصحة في أسوان، لما كان وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، لما كان وكيل وزارة الصحة في اسكندرية. التلاتة أنا اتعاملت معاهم. في التلات حالات الراجل بيقوم، انا بقول لحضراتكم من وجهه نظرنا المتواضعه الحته دي، طبعا للوزير والوزاره والرقابه والحاجات دي الاحترام والتقدير، لكن من حقنا برضو ما يكون في حاجه كويسه نقول هذا الرجل بيقوم بدوره في الحته دي، لدرجه ان انا يعني من خمس ايام كده كنا بنتكلم في امور عده، فبقول له احنا ممكن نفتح من خلال وزاره الصحه، واقول للسيد الوزير هنا يعني هنا زياره برضو لاحد الاماكن بتشوف الدكتور مجدي مع حضراتكم، وهنا طفله صغيره وهنا الاطباء موجودين وهنا الزيارات، يعني الحاجات دي يا اساتذه اللي بتشوفونا مش مجرد للتصوير وللشغل الاعلامي وهو الاخر، لا، بيبان لما بيكون في تاخير، بيبان فيه لما يكون في تطور للخلف مش تطور للامام، بيبان لما ما بيكونش في رؤيه، بيبان. فخلينا برضو نتكل على الحاجات الكويسه. بنقول للراجل ربنا يديك الصحه، حاول قدر الامكان الصعوبات اللي كانت قبل كده احنا بنتغلب عليها. زياره السيد الوزير اللي كانت الاسبوع اللي فات هي زياره تصحيحيه وليست زياره يعني للنيل من الاسكندريه وصحه الاسكندريه، وده عهد برضو بوزير الصحه. انت برضو مهما تختلف مع وزاره الصحه، ومهما تقول على وزير الصحه، ومهما تقول على اداء وزاره الصحه، ومهما تقول على اداء المستشفيات، لكن في جهد مبذول جوه وزاره الصحه، في جهد مبذول جوه الجهات الصحيه، في جهد. احنا كنا بنتكلم على ال 2020 الانتهاء من فيروس سي، بنتكلم عن الرقابه الاداريه، وبنتكلم عن رئاسه الجمهوريه، وبنتكلم عن وزاره الصحه، وبنتكلم على جهات معنيه، وبنتكلم على كذا. الصوره اللي انا وريها لها لحضراتكم قبل كده بتاعه التطعيم بتاعه الممرضه اللي كانت في اسكندريه، اللي احنا قلنا عليها من الدقهليه ومن الشرقيه، وبعدين طلعت من كفر الشيخ، وبعدين مش عارف ايه، ما هو ده جهد محسوس لناس الممرضات والممرضين اللي جوه الصحه النفسيه. لازم نشير لدول، دول ناس كويسه بتعمل حاجات كويسه جدا، بس هم لا هيتصوروا ازاي؟ واحده بتحمي مريضه، واحده بتجاهد مع مريضه، واحده بتعمل مع، احنا دايما بنيجي على السلبيات ونتك. ماشي عشان تتصلح، لكن في ايجابيات برضه لازم ناخد بالنا منها. فانا الدكتور مجدي حجازي ربنا يديله الصحه، واحنا بنقول لكل اهالينا في اسكندريه اذا كانت هناك يعني او اذا كان هناك تعاون مثمر ما بين هذا البرنامج وما بين وكيل وزاره الصحه في الاسكندريه نحن على استعداد. وبقول انا تواصلت مع ثلاث مستشفيات كبيره في القاهره.
وده اول مره اقوله يعني. هم طالبين مننا جوابات رسميه يعني لعلاج بعض الامراض وعمل عمليات. فانا قلت لهم انا نكلم الاول الاداره في القناه نشوف هيوافقوا ولا لا. بقولها على الهواء يعني بدون. فانا هطلب من اداره القناه على الهواء هل في ورق يعني جواب نبعته عن طريق منشطه القرموطي يروح مع المريض في ثلاث مستشفيات في 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 القاهره هنا تابعين لوزاره الصحه وثلاث مستشفيات تابعين للاداره. انا بتكلم على القاهره هنجرب الاول وثلاث مستشفيات تابعين للجامعات مستشفيات الجامعيه. الثلاث مستشفيات دول فاتحين لنا الباب ان احنا نعالج الناس مجانا في هذه المستشفيات في اطار امراض معينه. هنجرب الاول ويبقى في تكليف من زميل او زميله في الاعداد هتبقى ماسكه هذا الملف ونجربه. بس ما قلنا نعدي الشهر الاولاني نثبت مكاننا عند حضراتكم ونستعيد ذكريات الماضي ونرجع تاني على يعني الرحب والسعه كده. فانا بقول ده خدميه هتبقى كل يوم باذن الله بدايه من الاسبوع كل يوم هيبقى بدايه من الاسبوع الجاي عندنا هنعلن عن الست مستشفيات. الست مستشفيات دول هنتولى باذن الله رعايتهم في هذا الاطار. المستشفيات هتعمل عمليات انا ما عنديش ازمه. كلمني احد اللواءات السابقين في القوات المسلحه وهو لواء سابق في القوات المسلحه سياده اللواء مجدي مش دعوه اقول الاسم كامل سياده اللواء مجدي قال لي احنا بنعمل دلوقتي مشروع مهم جدا وبنتفق مع الاجهزه المعنيه. هو ملوش علاقه بالجيش خالص ده هو خرج او متقاعد دلوقتي بس هو بيتكلم على شخصيات مصريه شخصيات عامه هيعملوا لجنه او يعملوا جمعيه او يعملوا مؤسسه او يعملوا الحاجات زي حاجه خيريه يعني هيعملوا ده ل مثلا عمل 500 غرفة رعاية مركزة في مصر مثلا هيبدأوا ب 100 ويبدأوا ب 100 ويبدأوا ب 100 ويبدأوا ب 100 ومعاهم نشطاء مجتمع مدني ومعاهم كذا ومعاهم كذا ومعاهم كذا محتاجين ان البرنامج يكون داعم. قلت له يا فندم على الرحب والسعة وعلى راسي من فوق انا ما عنديش ازمة. الحتة الخدمية دي انا اشتغل فيها يعني بايدي واسناني فانا ما عنديش مشكلة في ده. فعشان بس ايه الناس في طلبات كتيره جدا لموضوع العمليات وموضوع الجراحه وموضوع مش عارف ايه وبيجينا من كذا مش من محافظه مش محافظه القاهره بس انا هبدا بمحافظه القاهره هذا الشهر. ربنا ثبتنا على العهد ومستمرين مع حضراتكم في هذا المكان وفي هذا التوقيت. انا عارف ان التوقيت صعب بس خلاص هنتعود على بعض والصيف جاي وهنسهر وهنقزقز لب وهنبقى زي الفل يعني. هنروح بس لمريضه في المنصوره صح كده؟ طيب ام ادهم برحب بيك يا ست الكل. ازي حضرتك؟ ازيك يا ست جميل. يا ام ادهم. ايوه انا مع حضرتك. ازي حضرتك يا فندم عامله ايه؟ الحمد لله. والده ادهم تستغيث لصرف علاج ابنها على نفقه الدوله. ايوه احنا متبهدلين بقالنا 5 سنين ومش عارفين ليه يا فندم. الف سلام اتفضلي يا فندم. حضرتك انا ابني كان 2008 خد علاج غلط. تمام. نتيجته اللي هو فضل في غيبوبه 6 شهور كاملين. تمام. فاق منها شال كليه. ركبوا له سي في بي في العنايه المركزه عملت له جلطه في رجله. صرع. فرط حركه وقله انتباه. ماشي. اتفضلي. قعدنا نلف على التامين الصحي علاجه غير مدرك برئه العمل التامين الصحي. لفقت الدولة خدناه لمدة 2 سنين وبعد كده وقفوه. من 2014 والعلاج موقوف. من 2013. تمام. رحت للمحافظ قابلته اداني ورقة للمديرية الصحة اللي انا عايزين انا اصرف منها العلاج. كويس. قالوا لي لا احنا ما نقدرش نعمل لك حاجة انت تروحي نفقت الدولة. كويس. رحت لعضو مجلس الشعب بتاعنا استاذ نبيل الجمل. تمام. واديته طلب جاب لي موافقه وزير الصحه ان انا اروح للدكتور عماد كاظم. تمام. في نفقه الدوله في مصر. قال لي لا انت ليكي تامين روحي اشتكي التامين. الوقت بقى متدمره بين التامين وبين نفقه الدوله. لا ده راضي يديني ولا ده راضي يديني. طيب. رحت للمحافظ قابلته في تاريخ 26/12/2017. المحافظ قام طالب ان انا اروح المستشفى الدولي اللي هي المنصوره العام الجديد. كونسلته دكاتره يكشفوا على الولد ويطلعوا له تقارير طبيه بحالته كامله. رحت وعملوا له اشعات ده بقى له كام سنه يا فندم؟ من 2008 وانت في الموال ده؟ طيب بكره باذن الله بلاش بكره بعد بكره انا هاخد لحضرتك ميعاد بكره مع سياده المحافظ تاني معلش مع سيادة المحافظ ومع الدكتور سعد مكي وكيل أول وزارة الصحة في المنصورة.
ممكن تديني فرصه بكره اخلصه لحضرتك بعد بكره؟ مفيش مشكله. معلش استحملي معايا بكره بس اللي هو النهارده يعني اللي هو يوم الاثنين يوم الاحد ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين هاخد لحضرتك ميعاد يوم الاثنين مع الدكتور سعد مكي وميعاد مع المحافظ وتروحي حضرتك ليهم وانا متاكد باذن الله ان الموضوع هيحسم يوم الاثنين باذن الله. يا رب. لا هيحصل يعني انت بقالك من 2008 وانت شغاله في الموال ده يعني بقالك 10 سنين دلوقتي دايره على طبعاً. المسؤولين عشان يشوفوا حل. طبعا بقى ما اقولش لحضرتك الديون اللي اتراكمت علينا. انا قاعده بشقه بالايجار. جوزي برضو مريض يعني ما اقول يعني بص العمليه حاضر. اصلا متدمره من كل حاجه هم بس يصرفوا لنا العلاج. من عينيا من عينيا باذن الله باذن الله هذا الاسبوع ان شاء الله نكون يوم الخميس الجاي ناخد تليفون من حضرتك ان العلاج بدا يصرف لقتل باذن الله ان شاء الله ويخف ويبقى زي الفل. ربنا يخليه لك يا ست الكل تحت امرك تحت امرك يا ست الكل. والنبي يا شباب حد بس بكره يفكرني النهارده يفكرني على العصر كده او قبل العصر انا هكلم الدكتور سعد مكي واكلم سياده المحافظ محافظه الدقهليه انهم يخلصوا الموضوع ده بصوره سريعه يعني. طيب خليني هاخد مجموعه مقالات كده خاصه بالاعلام. في حاجات كده بتبقى على الاعلام بتبقى لذيذه يعني. في طبعا حاجات عن البي بي سي كتير اللي هي هيئه الاذاعه البريطانيه. لكن خليني انا هاخد مجموعه مقالات كده عشان ما اركزش على حاجه معينه ويتاخد المساله علينا احنا لينا منهج فيها يعني. الاستاذ وجيه وهبه كاتب في المصري اليوم بي بي سي بنكهه قطريه. وبيقول بثت مؤخرا قناة بي بي سي الإخبارية من عاصمة الإخوان لندن تقرير أعدته مراسلة القناة في مصر. ليس فقط مراسلة هي أيضا ممثلة شاركت بالتمثيل في عدة زوجة مايكل جورجي ذلك الذي كان مراسلة لوكالة رويتر في القاهرة وأذاع تقرير في قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني يبث فيه بعض ما يدين الشرطة المصرية بلا أي أسانيد. تقرير أورلا 15 دقيقة وعنوانه إسحاق سحق المعارضة تقرير مصنوع بمهارة واحترافية مهارة فني الأداء والإلقاء التمثيل المؤثر. تقرير يرتكز على أقوال مرسلة وأرقام عشوائية وعلى من يتكلم عن حرفية ومهنية وأمانة محطة بي بي سي أن يشاهد هذا التقرير ولسوف يكتشف أنه أمام فيلم ميلودرامي من افلام حسن الامام ولكانما هو تقرير من صنع احد فضائيات الاخوان في تركيا او قناه العدو القطري في الدوحه. ده كلام في منتهى الاهميه عشان في ناس بتنساق وراء مثل هذه التقارير. في برضه وانا بتكلم على البي بي سي في مثلا بيان ل او كلام ل الاستاذ احمد جلال في الاخبار النهارده. هيئه الاذاعه البريطانيه بي بي سي لم تصدر تصريحا واحدا بالاعتذار او على الاقل تبرير قيامها باذاعه الوقائع الملفقه عن اختفاء المواطنه المصريه زبيده والتي شارك عن اختفاء والتي شاركت فيها الاخوانيه ام زبيده. ولا اعتقد هكذا يكون الاستاذ احمد جلال في الاخبار. ولا اعتقد ان الهيئه سوف تعتذر لان ما تقدمه لا علاقه له بالمهنيه او العمل الاعلامي هو خطه مدروسه للحرب على مصر يدفع فيها الاخوان الذين يملؤون لندن اموالا كثيره للاساءه الى مصر والتشكيك في قيادتها. كما ان ما حدث ليس غريبا ولا جديدا على بي بي سي ويكفي رد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عليهم بانهم ولاد 60 كلب. ده الكلام اللي هو بيقول عليه الاستاذ عصام الصباعي ايضا في صحيفه الاخبار النهارده. بيقولوا الناس في مصر مولعه من وقاحه هيئه البيبي البريطانيه. خرج علينا البيبي يعني هو بيبادر المقول على بي بي سي بيقول البيبي خرج علينا السفير جون كاسل اللي هو سفير بريطانيا في مصر وقال في بيبهاته على تويتر السبب الستين لحبي للقاهره. ده كذا كل السفير كاسل هو جون كاسل سفير بريطانيا في مصر ان درجه الحراره في لندن 1 بينما درجه الحراره في القاهره 26. وبيقول عصام الصباعي بصراحه يستحق لقب السفير البارد. ده برضو كلام عن البي بي سي في هذا الإطار. وأنا برضو بتكلم على البي بي سي هتلاقي حضرتك طبعا في مقالات في الإطار مثلا الأستاذ كريم عبد السلام في صحيفة اليوم السابع بي بي سي يسقط المندوب السامي البريطاني. بيقول الأستاذ كريم عبد السلام في اليوم السابع هكذا تصورت هيئة الإذاعة البريطانية الموقف وكأن المندوب السامي البريطاني ما زال يتحكم ويحكم في مصر وكأن من حق البريطانيين في هيئة الإذاعة أو خارجها ارتكاب الجرائم في حق المصريين والنجاة منها بكلمة. لا على صناع الفيلم المشين أن يدفعوا ثمن تزويرهم للحقائق وتشويه مؤسسات الدولة المصرية لمصلحة الجماعة الإرهابية. ده بي بي سي يسقط المندوب السامي البريطاني كريم عبد السلام. في هذا الإطار أيضا الأستاذ أو الدكتور عبد المنعم سعيد هوامش على دفتر زبيدة
علامه استفهام وعلامه تعجب، وابو زبيده طبعا التقرير الشهير اللي اذاعته بي بي سي. بيقول الدكتور عبد المنعم سعيد في المصر اليوم قصه قضيه زبيده الاخيره والتي بدات في هيئه الاذاعه البريطانيه حول قضيه الاختفاء القسري في مصر كاشفه عن مدى اتساع المعركه التي تخوضها مصر في هذا المجال. ومنذ بدايه الموضوع على الشاشه الانجليزيه وحتى الكشف عن زبيده عن طريق عمرو اديب عكست حاله المعركه الجاريه، حيث بدات المقاومه المصريه تتصاعد بدءا من بيان الهيئه العامه للاستعلامات وحتى الظهور المثير للضحيه في بيت الزوجيه. هناك فارق الان بين المعالجات الدبلوماسيه السابقه والتي كانت تتارجح بين الصمت وانتظار التعليمات وبيانات القانون الدولي، والحاله الحاليه التي تتبع او تتبع من مدرسه العلوم السياسيه والاستراتيجيه، وترى ان الامر كله معركه سياسيه تطرح الاسئله. ده كلام للدكتور عبد المنعم سعيد. لكن طالما ان جبنا سيره الهيئه للاستعلامات، عندي مقال للاستاذ مجدي سرحان صحيفه الوفد عن ضياء رشوان كما يقول او معنون المقال: يوما بعد يوم يزداد اداء الهيئه العامه للاستعلامات رسوخا وقوه ووعيا تحت رئاسه الزميل الصحفي والقدير نقيب الصحفيين السابق الدكتور ضياء رشوان الذي اعاد. هو بس عايز اقول حاجه، بس هو ضياء رشوان لسه مش دكتور، يعني الراجل مش دكتور، هو نقول عليه الاستاذ ضياء رشوان، هو لانه في كتير جدا، يعني هو باحث، في راجل باحث عميق جدا 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 جدا، لكن هو كتير جدا يقول يا جدعان انا مش دكتور. فبس نخلي بالنا، لان كتير جدا بيكتبوا على انه الاستاذ ضياء رشوان دكتور. هو يعني الراجل عنده حاجه كبيره، يعني كبيره كبيره كبيره. انا مثلا مش دكتور، يعني مثلا، يعني حبيبي عم ضياء، حبيبي عم ضياء، عم ضياء حبيبي من ايام الطفوله. اه والله حبيبي عم ضياء رشوان. يوما بعد يوم يزداد اداء الهيئه للعمل للاستعلامات رسوخا تحت قياده الدكتور ضياء رشوان، خلينا الاستاذ ضياء رشوان الذي عاد للهيئه هيبتها وتاثيرها وفعالياتها في التعامل مع ملف الاعلام الخارجي بشكل خاص، في ظل حاله الفراغ المفزع التي خلفها القرار الارتجالي والخاطئ من وجهه نظرنا بالغاء وزاره الاعلام واخفاق المؤسسات الاعلاميه والصحفيه المحليه في سد هذا الفراغ. يعني في بقى حاجه خاصه بزملائنا جوه هيئه الاستعلامات، واتمنى انه ناخد بالنا من القصه دي كويس قوي. في ضرر جوه هيئه الاستعلامات زي ما في ضرر جوه التلفزيون واحنا مش واخدين بالنا. يعني احنا فكرتنا ايه؟ ان هيئه الاستعلامات واجهتها ضياء رشوان فقط. لا، هيئه الاستعلامات جواها كنوز بس عايزه حد ياخد باله منها. هكذا يفعل الان ضياء رشوان، وهكذا يفعل او ما يجب ان يفعل بعد ضياء رشوان. ما جيش انا حضرتك هيئه الاستعلامات، هي ما بتقومش بجهد شخص، لا، في ناس جوه مترجمين وباحثين ومؤلفين ودارسين واساتذه وبيكتبوا مقالات تهز، بس مش عارفين ينشروها فين. انا عندي جروب كده اسمه جروب هيئه الاستعلامات ولا صوت الاستعلامات، ناس بتكتب في الشأن الإسرائيلي، وناس بتكتب في الشأن الإيراني، وناس بتكتب في الشأن الأمريكي، وناس بتكتب في الشأن الفرنسي، وناس بتكتب في الشأن ناس، وما بقرا المقالات بحس إنه لا، في ناس جوه ضرر. الناس دي أنا بسمع أنين كده من حين لآخر إنهم عندهم مشكلة. هم تابعين لمين؟ لا نقابة صحفيين ولا نقابة إعلاميين ولا أي حاجة. طب الناس دي تبع مين؟ طب الناس دي تشتغل إزاي؟ طب الناس دي عدناها جوه هيئه الاستعلامات المعروف عنها سابقا انها كالمقبره جواها كنوز ومحدش عارف الكنوز دي. طيب جه ضياء رشوان بذكاء وحنكه وخبره وبعد نظر، واللي جايه دي بقى اهم، والعلاقه الجيده مع اركان الدوله دي مهمه قوي. اوعى تفتكر ان انت بتتعامل مع اركان الدوله فانت والنبي بتسلم نفسك للدوله. لا لا، ده انت بتسعى للحفاظ على الدولة من خلال التعاون مع المؤسسات الأخرى للدولة. فكرة الدولة دي يعني مسألة صعبة يعني، فلازم نفهمها. فما يجي مثلا ناس تنتقد مثلا نقيب الصحفيين، تقول لك نقيب الصحفيين مؤيد للسيسي، نقيب الصحفيين بيقول كلام كويس عن الدولة، نقيب الصحفيين بيقول كلام وحش عن الداخلية، بيقول كلام حلو عن الداخلية. انت عايز نقيب الصحفيين يعمل ايه مثلا؟ يعني عايز نقيب الصحفيين ان لم او اي منصب هو لازم النقيب يشتم؟ ما يختلف باحترام. لازم، ما هو يعني لازم نقيب الصحفيين يطلع يشتم الداخليه؟ لازم نقيب الصحفيين يطلع يشتم الجيش؟ لازم نقيب الصحفيين يطلع يشتم الاعلام؟ لازم نقيب الصحفيين يطلع يشتبك كل يوم مع لا، مش ده المطلوب. انا نقيب الصحفيين مطلوب مني يحل لي مشاكلي. ممكن حضرتك تعترض على بعض الاداء
لكن ما تعترضش على فكرة انه في نقيب عندك بيحرص على مصلحتك وبيحرص واحد زي عبد الحسن سلامة. الواحد يعني شهادته يمكن مجروحة لانه احنا في الاول والاخر احنا زمرة في الاهرام، لكن عبد المحسن سلامة لا، في القوة المعادلة لقوة النقابة موجودة عند عبد المحسن سلامة، مش عشان هو رئيس مجلس ادارة الاهرام لا، في مشاكل كتيرة جدا بتتحل، في زوايا كتيرة جدا بيخشها وبيعافر فيها، في احساس بالمسؤولية وده مش وحش. في عندك الاستاذ كرم جبر، في عندك الاستاذ المحترم وده اللي انا يعني اشدت بيه مكرم محمد احمد من موضوع المجلس الاعلى للاعلام، برجع له تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، الضرب في المجلس الاعلى للاعلام مش صح. انا مختلف مع بعض الامور داخل المجلس الاعلى للاعلام، ده لا يعطيني الحق ان انا اضرب في المجلس الاعلى للاعلام واشكك فيه واقلل من دوره. نقول الكلام ده 100 مره يا جدعان، ثبات الامور مش 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 هنقولها، لكن تغيير الامور وتصحيحها دي اللي هنقولها. ما ينفعش ان انا كل شويه ما قداميش حاجه الا بضرب 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 واقلل. اي حد بيتدخل اقلل، اي حد بيعمل اقلل، المشهد الاعلامي زفت زفت، واللي يقول غير كده يبقى مش منصف. المشهد الاعلامي عايز بما فيهم البرنامج عندي، بما فيهم اي برنامج تاني، بما فيهم اي حته تانيه، احنا بننافس بعض جوه، معلش يعني بنبعبع مع بعض من جوه، لكن احنا ينقصنا الكثير عشان يبقى لنا صوت بره، ينقصنا الكثير جدا. منتظرين القناه اللي هتشيلنا كلنا، القناه اللي يبقى صوت مصر بره، دي الاهم عندنا، مش الاهم هي النهار وان تي في وسي بي سي وصدى البلد والقاهره والناس لا مش دي الاهم. لو انت بتدور على الدوله بقى وقيمه الدوله وعظمه الدوله، الاهم عندك مش القرموطي، الاهم عندك ان مذيع ليه صوت بره، القرموطي ده صوته جوه، ايه يعني صوته جوه؟ صوتك بره هو اللي يطلع، المذيع اللي صوته بره يطلع واللي كله تاثير بره اهم مليون مره من القرموطي. القرموطي يعمل ايه؟ شويه حاجات وورق وبتاع وكلام من ده وبيقولهم وبيرتبط بالناس وخلاص، شويه حركات كده وعجل وبتاع وكلام من ده، لكن في واحد اكثر مني حضورا، اكثر مني تاثيرا، اكثر مني تالقا، اكثر مني قبولا، اكثر مني علما، اكثر مني ثقافه، اكثر مني مهنيه. في ناس في مصر كده لازم يتعمل قناه ويجي الناس دي ونستعين بيهم. سيبك من اللي موجودين دلوقتي، استعين بالجداد، في جيل شباب طالع، في حاجات في الجامعات وفي حاجات في المؤسسات، في عيال مثقفه، عيال جامده، هات الناس دي واستفيد بيها، اعمل قناه خارجيه. وقلنا الكلام ده 100 مره، احنا لا غنى لنا عن القناه الخارجيه، لا غنى. حد عايزين برضو جورنان قوي، كان الاهرام ما شاء الله ليه في كل مكان مكتب، دلوقتي عشان الحاله الماليه وبتاع ما بقاش فيه مكاتب، لكن مثلا السعوديه لها جريده الحياه، لها جريده الشرق الاوسط، هتلاقي قطر لها الجزيره، لها صحيفه العرب، لها قناه العربي، هم كل واحد ما هو المسائل ما تمشيش كده. هتلاقي السعوديه برضو لها العربيه، لها ام بي سي. احنا معلش في الوضع الاعلامي المرئي احنا رقم متواضع جدا في الاعلام العربي، مش في الاعلام الخارجي كله، لا في الاعلام العربي احنا مش احنا رقم متواضع جدا، احنا متشافين جوه لكن مش متشافين بره الا على اليوتيوب. لكن محدش مفيش حتى علاقة التلفزيون المصري بالجاليات اللي بره مش صح. ماسبيرو، انا بتكلم على ماسبيرو، الناس عندها انين بتقول احنا مش عارفين نشوف التلفزيون، هنشوفه ازاي؟ هو فين التلفزيون؟ بتدور على القنوات التلفزيونية، بتدور على التطوير اللي بيحصل، مفيش، مش 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 حاسين بحاجة. ليه؟ لانك انت مركز على اللي جوه، مركز على الكعكه بتاعت الاعلانات، مركز على انك تجيب فلان وعلان ومش عارف ايه وتجيبه مش عارف ايه والشركه دي والبتاع دي وتجيب ده من القناه دي وتجيب، يا مش ده الصح، مش ده الصح. انا عايز الناس بكره تفتح تجيب قناه مصر مثلا، قناه مصر دي القناه اللي بتتحدث باسم الدوله المصريه، ماشي. ال 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 النهار ملك خاص، اون ملك خاص، سي بي سي ملك خاص، صدى البلد ملك خاص، القاهره والناس ملك خاص، تن ملك خاص، اي كلام القناه اللي بقولها لحضراتكم دي ملك خاص. انا عايز قناه الدوله. التلفزيون
ما تزعلوش مني، وضع صعب. أنا كمواطن لا أشعر بالتلفزيون المصري، وبقولها وأنا زعلان، أنا كمواطن لا أشعر بالتلفزيون المصري وبقوة التلفزيون المصري اللي هي أصلا موجودة، وبأهمية التلفزيون المصري اللي هي أصلا. يا جدعان احنا بنشوف مصيره زمان، احنا بنيجي نجيب حاجة قديمة بتدور على التلفزيون المصري بتجيب، مش ممكن. في يا جدعان في حاجة كده مش مظبوطة، في حدش يزعل مني بس في حاجه مش مظبوطه. التلفزيون المصري انا بحس انه انا ما بتكلمش على التطوير والبتاع، لا انا بتكلم على السيستم، بتكلم على على الاداء، على الشغل اللي جوه، مش بتكلم على البرامج. لا، ربنا يوفق الاستاذ خيري رمضان ويوفق الاستاذه رشا نبيل ويوفق القناه الاولى في التطوير والاهرام والاخبار ومشاركين، ربنا ده على عينه وعلى راسه، ويبقى حاجه مفخره لينا كلنا. بس ارجع واقول الوضع في التلفزيون لا مش مؤثر، مش مؤثر يا فندم. ما بقولكش اسحب البساط من قناه النهار، بقولك اسحب البساط من الجزيره، اسحب البساط من العربيه، اسحب البساط من سكاي نيوز، اسحب البساط ده اقل شيء. ده انت الرياده مش تسحب البساط، مش جاي نتخانق مع بعض على تركه الاعلانات وتركه البرامج وترك ده فلان راح فين وده. لا يا فندم مش كده، مش كده. ولازم التفكير الدوله يتغير في هذا الاطار. التلفزيون ده يعني رساله مهمه جدا جدا، مسبيره ده حاجه عظيمه جدا، ناس جوه درر والله العظيم. عندي قناه النيل الاخبار دي اعمل منها خمس قنوات، عندي قناه النيل الثقافيه دي اعمل منها بقول خمس قنوات، مش بهزر، من المذيعين الاكفاء اللي جوه، ناس مذيعين فاهمين دورهم، ناس مخرجين فاهمين. ده انا عندي القناه الثقافيه بلاقي الراجل مثقف زي الفل وقاعد وقيمه ثقافيه كبيره، والمايك بتاع عمال يخبط في بقه، في بقه والله مش فاهم منه حاجه، المايك داخل بقه تحت لسانه، الاضاءه مسخره. يعني ايه يا جدعان في ايه؟ ما الاستوديو اتعمل ب 10,000 جنيه، ما هو معمول زي الفل اهوت وشغالين و100 100، ايه الازمه؟ وشويه بنرات وشويه بتاع الناس بتمشي حالها، لكن اجي بالطريقه دي. شوفوا قناة النيل الثقافية، ألاقي يا عيني والله زي ما يكون الراجل حاطط المايك تحت لسانه وعمال يخبط وبتاع، عمال يخبط ويرجع ورا عمال يخبط، والاستوديو ضايع ضايع. مش بفلوس ده ولا مش بفلوس؟ مش فلوس الشعب دي. أنا جيت أتكلم بقى على البي بي سي، وجيت أتكلم على لو عندي حاجة قوية وحاجة ترد عليهم، لكن أنا مستني برضو الحاجة اللي يجي بكرة الناس تفتح التلفزيون وتشوف مين اللي كاتب على فلان ومين اللي كاتب على علان ومين اللي كذا كذا. يعني هاخد بس الـ الـ الجمهورية، الأستاذ حسين محمود والأستاذ حسن سعد والأخبار الأستاذة إيمان أنور والأهرام الدكتور عمرو عبد السميع، خمس مقالات هنهي بيهم. المقال الأول للأستاذ حسين محمود، قضية فرج عامر وهيئة المجتمعات. بيقول الأستاذ حسين محمود في الجمهورية، لم أسمع أو أرى طوال تاريخ الطويل في العمل الصحفي الرياضي عن قضية نادي سموحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببرج العرب، وكأننا في كوكب آخر، وكأن تلك الهيئة تكيل بمكاليل. يا سادة، ما تفعله تلك الهيئة لا يتخيله أحد في بلد يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي عهد صعدت مصر إلى نهاية كأس العالم بروسيا بعد غياب 28. المؤسف بقى إيه؟ أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببرج العرب تساند بعض الأندية وتحارب أندية أخرى، وكأنها تطبق قانون ساكسوني على المقصلة على نادي سموحة، وعلى الظل مع أندية أخرى مثل الاتحاد وسبورتنج و16 نادي آخر. قضية نادي سموحة برئاسة الرجل الوطني المحترم محمد فرج عامر يصارع من أجل الاهتمام بشباب الرياضة للقضاء على الإرهاب والمخدرات بهدف بناء فرع جديد بالنادي، والهدف له ليس شخصيا بقدر كونه نهضة شاملة. إيه اللي حصل بقى؟ قامت إدارة نادي سموحة بالبناء والتجهيز واستقبال أعضاء النادي تميدا لتحويل الأرض الجرداء إلى بستان رياضي، ولكن كان جزاء إدارة نادي سموحة من تلك الهيئة إلا طرد الأعضاء والموظفين وقطع المياه والكهرباء وإغلاق الأبواب بالضب والمفتاح. وبيسأل والنبي ده كلام، هكذا يقول الأستاذ حسين محمود. نادي سموحة بمجرد استلام الأرض والبدء في البناء ارتفعت أسعار الأراضي المجاورة لمبنى النادي 50 ضعفا بمجرد بناء الأهالي بجوار نادي سموحة. من هنا أطالب المهندس شريف إسماعيل حسب قضية نادي سموحة في اجتماع هذا الأسبوع، لأن ما يحدث من مماطلة من تلك الهيئة يدعو للأسف للحسرة في
في بلد يقوده رئيس وطني في بناء مصر الحديث. ده كلام في منتهى الأهمية. يبقى عندنا مشكلة دلوقتي إن النادي استلم ومش عارف إيه وبتاع ولاد من ده، جت مشكلة في هيئة المنتجعات العمرانية، معرفش بقى هل طمع في الأرض، هل في مشكلة في الأرض، هل في... فهو نشوف المهندس فرج عام، وبعدين المهندس فرج عام رئيس اللجنة الرياضية في البرلمان. يعني مش شوية. ورجل أعمال معروف ونادي سموح. فازاي احنا الراجل بعد ما بنى وعمل وبتاع وكلام من دوت ولا اخره نيجي نقول له لا والله انت ما تسيبش من حقك. مسرح السمر والهويه المفقوده، الاستاذ حسن سعد في الجمهوريه ايضا، لا شك ان هويتنا وشخصياتنا مفقوده ومسلوبه ومغتصبه، وفعل فعله في زمن الوزير فاروق حسني وتحديدا في زمن ارتفاع صوت الشرق اوسطيه وتزعم هذا الوزير في الداخل المصري والداخل العربي والبينه على من ادعى اولا مهرجان التجريب الذي اصاب المسرح المصري في مقتل باغتيال هويته وشخصيته، وثانيا بهدم مسرح السامر وقبل زلزال 92، وثالثا الغاء ملتقى المسرح العربي. ثلاث جرائم كانت من نتيجه اغتيال الهويه الشخصيه المصريه وحتى الان والى اشعار اخر. ذكرنا بصله مسرح السامر كدار عرض فقد هدم واصبح ارض فضاء قبل ما يزيد على 25 سنه، قبل عمليه الهدم حذرت طويلا اذا تم الهدم بصوره شكليه لن يتم الهدم منها. يعني برضه هدم ثقافه. هل وزيره الثقافه تقدر تبص على المقال اللي زي ده؟ مسرح السامر والهويه المفقوده؟ والراجل الاستاذ حسن سعد ربنا يديله الصحه طول عمره يعني قلم مسخر للدفاع عن القضايا الثقافيه وهو الاخر، ده مهم جدا يعني. عندي امل. الاستاذه ايمان انور في الاخبار بتقول ان احنا امام المصريين شعب طيب يتحلى بالاخلاق الكريمه والشهامه والمروءه والنخوه، رغم ما طفى علينا من بعض المتغيرات السلبيه والسطحيه من خلال ثوره يناير، في نموذج لرجل الشرطة الطيب الذي لما تردد لحظة في التقاط الطفل الذي سقط من الشرفة لينقذ حياته بينما تعرض هو للإصابة ودخل المستشفى جراء الإصابات. أما الشاب الرائع عبد الرحمن من الفيوم فيمثل نموذج للأمانة والنزاهة، عندما رأى حقيبة ملقاة على الأرض ففتحها ليجدها مليئة بالنقود التي بلغ مجموعها 150 ألف جنيه، دخل فرع في دافون القريب منه وسأل بصوت عالي حد ضيع منه فلوس يا جماعة؟ فأجابه الجميع من النفي ولح في السؤال، ثم يترك ورقة صغيرة مع أحد الموظفين قائلا ده رقم تليفوني لو أي حد سأل عن فلوس ضيع منه. في اليوم التالي يستقبل اتصال من رجل يبكي متوسلا إليه بإحضار الحقيبة، يذهب على الفور لتسليمها إلى صاحبه ويرفض أن يأخذ أي مكافأة. يا سلام يا أستاذ إيمان، عندي أمل. أه والله عندنا أمل. الدكتور عمرو عبد السميع كاتب عن حاجة خاصة بعميدة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وإنه في مشكلة خاصة بيه وهو الآخر، وإنه يعني يبدو إنه هي الدكتورة صفية كانت عميدة لكلية الفنون الجميلة وهي كلها ترتبط بمفهوم الجمال ومعنى الجمال وترغب في أن تحافظ عليه أو على البقية الباقية منه، ومن ثم كنت أود أن يبقى اسم الشؤون اسم الفنون الجميلة بمنأى عن الفساد أو اختراق القانون. هنشوف الموضوع ده ونعمل بكرة مداخلة كده مع السيدة أو الدكتورة صفية اللباني عميدة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان نشوف هذا الموضوع إيه. ده واحد من الـ من الـ من المقالات المحترمة أوي اللي أنا يعني بيبقى الواحد كده مستسيخ فكرة كده إن هو يقرأ على حضراتكم. هنقول بس حاجة كده عن الطقس عشان طبعا النهارده هتبقى زياره الامير محمد بن سلمان للقاهره وفي قمه عربيه في قمه مصريه سعوديه او في يعني اجتماع مصري سعودي وست ملفات مهمه على اماره الرئيس والامير، المحادثات تشمل القمه العربيه في الرياض والاوضاع في فلسطين وسوريا ولبنان. اول واطول زياره لمحمد بن سلمان لمصر منذ ولايه العهد. القاهره زي احمد امبابي وصبحي شبانه في روزا اليوسف، اولى محطات بن سلمان وبعدها لندن وباريس وواشنطن. الامير يتابع العمل في جامعه الملك سلمان واكاديميه الشباب ويشاهد مسرحيه بالاوبرا. اليوم القاهره تستقبل بن سلمان في اولى جولاته الخارجيه، الحريري ينشر صوره سيلفي مع ولي العهد السعودي وشقيقه، وعندنا اليوم اللقاء المرتقب بين الملك بين السيسي وولي العهد السعودي في الوفد الحرب على الارهاب والازمات العربيه ودعم التعاون. وده كلام كله عن السيسي في هذا الإطار ومحمد بن سلمان. آخر حاجة هقولها لحضراتكم عن طبعا كابتن إينو، وده كابتن كبير جدا ومعروف جدا والناس اللي متابعة كابتن إينو وطبعا الرياضة، نعى رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة والنادي المصري برئاسة سمير حلبية أحد رموز الكرة المصرية والمصري البورسعيدي محمد أحمد سلامة الشهير بإينو. توفى فجر امس اسر حارس اليه معاقب انقلاب سياره نجل معتز به اثناء عودته من بورسعيد بعد اداء واجب العزاء في وفاه رفيق عمره مصطفى الشناوي لاعب مصر الاسبق. ربنا يرحمك يا كابتن اينو رحمه المساء. هختم بالطقس اللي بروفت صوفي اليوم، الحراره في القاهره 32 درجه.
يعني توقع خبراء الارصاد الجويه ان يسود اليوم طقس دافئ على السواحل الشماليه الغربيه شديد الحراره على باقي الانحاء نهارا بارد ليلا وتقل الرؤيه في الشبوره المائيه صباحا على السواحل الشماليه وبدن القناه. اذا درجه الحراره النهارده على القاهره خلينا اقول لحضراتكم بالظبط هتبقى ازاي. درجه الحراره 23 18 مكتوب كده 25 والاسكندريه 33 18 زي ما بنقول درجه الحراره او 32 18 واسكندريه 25 14 ومطروح 25 14 واسوان 24 15. يعني خلي بالنا ان الجو النهارده حر شويه فناخد بالنا من المساله دي. طبعا موضوع الدستوريه العليا وجميع الاحكام الصادره بشان تيران وصنافير والمحكمه الاتفاقيه البحريه بين مصر والسعوديه من اعمال السياده والى اخره ده امر قضائي بحت والحكم فيه حكم قضائي بحت في هذا الاطار. ربنا يدي حضراتكم الصحه وطولة العمر واحنا اصحاب من ايام الطفوله عشان ايام الجيزه بقى احنا بقينا اصحاب كده مع حضراتكم كمشاهدين يعني احنا وانتم اصحاب كده من ايام الطفوله يعني بقينا كده 50 سنه اصحاب يعني. ربنا يديكم الصحة وطولة العمر وكل زملائي الأعزاء في هذه القناة المحترمة ربنا يديهم الصحة وطولة العمر والناس اللي ورا الكاميرات كده اللي مسهرينهم دايما الساعة 2 كده وبتاع والله بيروحوا يتعشوا عدد دلوقتي كلهم بكروش كل أغلب الطقم دلوقتي كله بكروش. ليه بقى؟ بقى لنا دلوقتي شهر يقولوا يا أستاذ جابر إحنا بنروح ناكل وننام نروح ناكل وننام. بقول له يا عم طب ما تاكلش قال طب أنا طول النهار قاعد هعمل إيه؟ فأنا بروح صح عنه تاكل وتنام ولا لأ؟ زي الفل. فيعني في نسبه زياده كده في الكروش في قناه النهار ان شاء الله باذن الله نستعيد هذه الرشاقه باذن الله. نبقى نعمل يوم رياضه كده نقترح على الاستاذ علاء الكحكي يعمل لنا يوم رياضه كل اسبوع. تلعبوا كوره ولا لا؟ تلعبوا كوره؟ نلعب يوم رياضه كده الاستاذ علاء الكحكي يعمل لنا يوم رياضه كده عشان الناس تخس بسبب البرنامج اللي بيجي بالليل ده. وكل زملائي في الاعداد لهم مني كل الاحترام وكل زملائي وزميلي في الاخراج الاستاذ محمد ابو العيله ابو اسيا بندي له الصحه وطولة العمر. شوف حضراتكم غدا باذن الله في منتصف ليل القاهره في منتصف يوم الاثنين لكم منا كل الاحترام والتقدير. شوف حضراتكم بكره.